صباح الهنا والسعاده، صباح الخير، صباح النصر، صباح جميل على كل الاهلاويه في كل مكان في العالم. يا رب دايما ايامنا تبقى حلوه ونبقى كلنا سلام، يعني نفسيا وبدنيا، ومحدش فينا يعيا ومحدش فينا يتاثر باي حاجه يعني وحشه او سلبيه في الحياه. يا رب دايما كده تبقى صحتنا كويسه ونفسيتنا كمان كويسه جدا. صباح الفل يا كريم. صباح الفل عليكي، نورتي الدنيا وحشتينا بشكل ملفت للنظر. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ لا بس الحمد لله، لا فرق السماء من الارض. اليومين اللي فاتوا كان الصوت صعب قوي. امبارح كان صعب جدا. انا ريحت بقى امبارح، خدت بنصيحه مخرجنا طمان وقال لي ما تتكلميش بقى على قد ما تقدري. فعلا الحمد لله شربت حاجات سخنه فالصوت رجع مره ثانيه. عشان كده كنا دايما بنقول مع دكتور محمود خلوا بالكم جدا الفتره دي ممكن يحصل فيها يعني اي حاجه تحصل، يعني مش لازم دور برد بس ممكن اي حد يصاب يعني، فنخلي بالنا عشان التقلبات الجويه دي طبعا صعبه. انا بس قبل ما ابدا اسمح لي ان انا يعني في عجاله اشكر بجد كل الناس اللي سالت عليا. والله انا ما كنتش متخيله كم يعني الرسائل والكومنتات والادعيه اللي الناس قالتها لي بجد، سواء على تويتر او السوشيال ميديا او حتى يعني بالمكالمات او الرسائل. انا بجد والله انا عاجزه عن الشكر، بشكركم جدا جدا، خصوصا جمهور الاهلي اللي على السوشيال ميديا، الناس اللي بتحبك من قلبها يا كريم، مش عايزه منك حاجه طبعًا. يعني هي بس بتدعي لك وبتحبك كده من غير حتى ما تقابلك على المستوى الشخصي. ربنا يخليكم لينا، وبجد مره ثانيه شكرا جدا جدا لكل الزملاء وكل الناس اللي سالوا عني طبعا وانت اولهم. الحمد يعني لله على سلامتك، نورتي المنطقه كلها مش بس الاستوديو. اهلا بيكي مره ثانيه. النهارده درجه الحراره 35. الله. احنا طبعا معانا تفاصيل الموضوع وهيبقى معانا ان شاء الله مداخله، بس احنا برده نحب ننوه في البدايه كده عشان لو اي حد نازل يخلي باله. كان دكتور محمود برده قال معانا الموضوع ده من يومين، الثلاث والاربع هيكون في ارتفاع شديد جدا في درجات الحراره، فنخلي بالنا على قد ما نقدر. النهارده كمان بيصادف لو هنتكلم بقى عن 6 ابريل 2021 بنتكلم عن اليوم العالمي للرياضه، معانا تفاصيل وفي كمان احتفاليه هنتكلم مع حضراتكم عنها وننقلها لكم على قد ما نقدر كمان يعني خطوه بخطوه، لان هي احتفاليه في غايه الاهميه وكابتن بيبو كمان موجود، فهننقل كل ده مع حضراتكم على مدار الحلقه. بس ننوه بقى معاك عن الفقرات. النهارده كالعاده الجزء الثاني من حلقتنا بيكون دايما مخصص للفقرات الحواريه، فقره اولى هتكون عنوانها حكايتي مع الاهلي، وضفنا فيها الاذاعي الكبير اللي انا شخصيا يعني اتشرفت بالشغل معاه قبل كده اكتر من مره، الاستاذ ماهر عبد العزيز. وبالمناسبه الاستاذ ماهر حكاء ماهر، فانا ما عنديش ذره شك ان حضراتكم ان شاء الله هتستمتعوا معانا الى اقصى الدرجات في هذه الفقره بالتحديد، وهيكون معانا كمان فقرتين مع الابطال الرياضيين من ذوي الهمم. طيب نبدا بقى، لان احنا بنتكلم كده واول خبر معانا هو خبر جميل، لان احنا بنتكلم ما فيش حدث رياضي يعني بيحصل في مصر ودلوقتي بالذات في الاحداث الاخيره ان هو بيبقى على مستوى مشرف جدا ان احنا ينفع نعديه. امبارح تحديدا منتخب مصر للشباب للسلاح حقق انجاز تاريخي بعد تتويجه بذهبيه منافسات الفرق للسلاح السيف ببطوله هنا العالم للشباب والناشئين اللي بتستضيفها مصر زي ما احنا عارفين خلال الفتره من 3 ل 11 ابريل، ودي الميداليه الاولى في تاريخ مصر بمنافسات الفرق والذهبيه الاولى ايضا لمصر كان في بطولات العالم للشباب. لو هنيجي نتكلم كده او نحلل الانجاز ده، لا ده انجاز مهم جدا لازم نبارك لنفسنا عليه وللمنظومه هنا الرياضيه في مصر. احنا شايفين يا كريم يعني تقدم ملحوظ جدا في الاونه الاخيره او السنوات الاخيره في الملف ده، الملف الرياضي، وكمان اللعيبه بتوعنا او اللاعبين بتوعنا وعلى مستوى المحافل الدوليه والبطولات والميداليات اللي احنا بنحصدها، فحاجه بجد تشرف بجد الحقيقه فعلا. يعني نموذج مشرف، لا نموذج مشرف بما يدع اي مجال للشك، نموذج مشرف لمصر كلها، والحقيقه يعني ادوا اداء قوي ورجولي. وبالمناسبه اللي مثلوا مصر في المنتخب الوطني للشباب في منافسات الفرق لسلاح السيف كانوا كل من مازن العربي، اياد معروف، ادهم معتز، وزياد نوفل، وطبعا بيقود المنتخب المدير الفني ماهر حمزه، والمدربين شريف البكري وخالد شريف ومحمود جنديه، والمشرف على المنتخبات احمد نبيل. طبعا كل التحيه والتقدير ليهم، هذا الانجاز انجاز تاريخي بالمعنى الحرفي للكلمه، وحاجه الحقيقه كلنا بنشعر بالفخر بيها. هي النقطة كمان ان انت بتفوز او بتعمل رانكينجز افضل من منتخبات تانية هي اصلا مصنفة عالميا اعلى منك. يعني احنا هنتكلم هنا منتخب الشباب المصري اللي هو مصنف رقم 5 عالميا تغلب على منتخب روسيا المصنف 3 عالميا، النتيجة كانت 45-38. عشان نتكلم هنا بان منتخب الفراعنة بيتوج بالميدالية الذهبية، وهتحصل روسيا على الميدالية الفضية وفرنسا على البرونزية، فمرة تانية اكيد مبروك لمصر. مصر نظمت هذه البطولة تنظيم
عظيم مشرف كالعاده. طبعا دي مش اول مره نقولها، احنا بقالنا فتره كذا شهر ورا بعض بسم الله ما شاء الله، كل فتره والتانيه نتكلم معاكم عن تنظيم مشرف جدا نظمته مصر لبطوله ما من البطولات الرياضيه المختلفه. فيما يتعلق بالبطوله دي بالتحديد احب اقول لكم بيشارك فيها 1079 لاعب ولاعبه و500 مدرب واداري من مختلف دول العالم، وطبعا بيتم تطبيق كافه الاجراءات والتدابير الاحترازيه لحمايه جميع المشاركين وايضا الحفاظ على صحتهم في ظل مجابهه تحديات فيروس كورونا. هي دي بقى النقطه المهمه، ان انت بتتكلم انت بتنظم يعني فعاليات دوليه وعلى غرار بقى بعض الدول الثانيه اللي هي متقدمه ربما في مجالات اخرى يعني، وتقول كده لو تيجي تحلل من بعيد الصوره تقول لك طب هي الدول دي ما عرفتش تنظم بطولات دوليه او قافله عامله لوك داون او يعني في رعب في الشوارع بتاعتها وفي الداخل، واحنا عندنا بالعكس انت منفتح على العالم وبتنظم بطولات دوليه. بس النقطه هنا ان انت بتعمل ده مع تطبيق صارم وسليم للاجراءات الاحترازيه، ما هيش القصه ان انا انظم وبعدين يبقى عندي حالات في ازدياد. الفكره ان انت بتنظم وفي نفس الوقت انت حريص جدا ان ما فيش اي حاله جديده يعني تحصل بناء على يعني المهرجانات دي او التنظيمات دي او الفعاليات دي، فهو ده النجاح. ده مش بس مصر منفتح على العالم، ده مصر استضافت العالم صحيح ومنتخبات العالم اكتر من مره على مدار السنه اللي فاتت، وزي ما انت بتقولي فعلا مع مراعاه تطبيق اقصى درجات الالتزام بالتدابير والاحترازيه المختلفه. نروح بقى لدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللي قدم التهنئة للمنتخب الوطني للشباب لسلاح هنا السيف، وعبر عن سعادته بالإنجاز الرائع اللي تحقق في ظل الظروف هنا الاستثنائية اللي بتحيط بالعالم، وكمان في ظل وباء كورونا اللي كلنا يعني زي ما لسه كنا بنقول يعني مش عارفة هينتهي امتى، بس ربنا يسهل. ربنا يزيح بقى ربنا يزيح. لا بس دلوقتي كده عارف الدنيا ماشية يعني في تفاؤل. المنتخب المصري خليني اقول لحضراتكم اللاعبين كمان المصريين كانوا يعني على قدر اكبر المسؤوليه، وطالب هنا جميع اللاعبين كمان ان هم يبذلوا كل الجهد في المنافسات القادمه للبطوله وجعل كمان زملائهم مثالا وقدوه في التفاني، ودي اعتقد النقطه اللي تهمنا، وان هم ما بيقلوش في اخلاصهم وحبهم للبلد والعمل على التمثيل هنا بنتكلم اللائق باسم ومكانه مصر الدوليه. خلينا ناخد تفاصيل اكتر طبعاً. ناخد تفاصيل اكتر معانا الكابتن عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح. صباح الخير يا فندم على حضرتك والف مبروك حقيقي. الله يبارك فيكم جميعا ومبروك لكم جميعا. يعني حاجه تشرف وحاجه تسعد ومش مجرد كلام، احنا بنتكلم بجد، احنا سعداء جدا متشرفين بالمستوى اللي مصر واصله له، سواء احنا بنتكلم هنا على حصد للبطولات او حتى تنظيم للبطولات المختلفه. فخليني اروح مع حضرتك للمحورين دول واعرف تفاصيل اكتر وكواليس اكتر، ازاي قدرنا ان احنا نوصل بهذا المستوى الحمد لله وكمان نحصد بطولات وكمان نفوز على منتخبات اخرى زي روسيا اللي هي مصنفه عالميا كمان افضل مننا يعني. اتفضل يا فندم. طيب انا هبتدي بحضرتك بالجزء اللي هو الفني. الجزء الفني احنا اول ميداليه ذهبيه على مستوى الفرق مصر تحصدها في تاريخ السلاح وفريق افريقيا ومصريا وعربيا. احنا السلاح هو اول لعبه مثلت مصر اولمبيا في ستوكهولم 19 سنه 1912. كان الممثل مصر في الاولمبياد لعيب واحد بس اللي هو احمد حسنين باشا وهو كان لاعب سلاح. من هذا التاريخ لحد امس ما كانتش مصر حققت ولا ميداليه في الفرق ذهبيه او فضيه او برونزيه في تاريخ المده دي كلها. امبارح دي اول نتيجه نجيب ميداليه ذهبيه، وده عامل صدى اكثر من رائع مع الاتحاد الدولي وكل الاتحادات اللي هنونا. كنا لسه حاليا من فيش من خمس دقائق في كونفرنس كول مع الدكتور اشرف صبحي كان بيتابع مع الوفود الاجراءات الاحترازيه ومدى رضاهم على التنظيم ولو في اي اللي هم شايفين يحبوا ان هم نتكلم فيها. الاجتماع كان اكثر من رائع ولقوا كل الدعم من الوزاره وكلمات الاشاده اللي اتقالت للدكتور اشرف على نجاح مصر في التنظيم في ظل البانديميك كانت حاجه جميله جدا اسعدتنا كلنا. نرجع للعيبه بتوعنا، احنا استعدنا كويس جدا، الجهاز الفني بتاعنا كله مصريين ما فيهمش اي حد اجنبي سواء المدربين بتوع السلاح او اللياقه البدنيه او التدريب الذهني او التغذيه كل او الاجهزه الطبيه كلهم شباب صغيرين مصريين بقالنا اربع سنين بنشتغل مع بعض والحمد لله ربنا كلل مجهودهم بكل نجاح.
طبعا انجاز انجاز تاريخي بالمعنى الحرفي. وبنكرر يعني طبعا التهنئه لحضرتك ولكل القائمين على هذه المنظومه المحترمه المحترفه. بس انا عايز اسال حضرتك سؤال من باب الفضول لو تسمح لي. حضرتك بتقول ان احنا على مدار السنين الطويله دي ما حققناش قبل كده اي مركز متقدم، ليه؟ احنا حققنا مراكز على المستوى الفردي، يعني احنا عندنا خدنا قبل كده بطوله العالم بميداليه ذهبيه على المستوى الفردي. أوكي. خدنا ميداليه اولمبيه مركز ثاني في اولمبياد لندن 2012. لكن على مستوى الفرق على الفرق. لا بالظبط. طيب ليه برضو ما حصلش قبل كده؟ يعني هقول لحضرتك ان كان دايما في غلطه الرياضه المصريه عموما مش السلاح بس كنا بنقع فيها، هي الاهتمام بلاعب او لاعبه. فتلاقي في كل لعبه فرديه تلاقي ويل نون اتليت، يعني تحس ان هو ده هو ده المعروف والباقي مش معروفين. دي غلط، ان اللاعب ده بيجي وقته مستواه بيضعف، بيجي وقته يصيب او او او. لكن الفكره النهارده مختلفه، ان انت بتعد فريق بلد. طيب صحيح. انت ما تقدرش تعد الفريق البلد ده الا لما يكون عندك الامكانيات الماديه. يعني شئنا ام ابينا الماده هي المتحكم الاساسي في التطوير في الرياضه. وانت ان الماده توفرت اصبح النهارده عندك الكابابيلتي اللي انت تعد تيم كامل من خمس ست سبع لاعبين بحيث ان انت تنتقي افضل اربعه مستواهم قريب من بعض، ما فيش حاجه اسمها فريق النجم الاوحد. صح. لما انت يبقى عندك المجموعه دي عندك نجم اوحد ممكن اه ممكن لا تجيب ميداليه في الفرد. عندك فريق قوي لا انت هنا تقدر تجيب في الفردي وتجيب في الفرق. طب هذه المنظومه محتاجه فلوس، الفلوس توفرت. توفرت ازاي؟ توفرت من خلال الرعاه. اتحاد السلاح دلوقتي عنده اربع خمس رعاه من الكبار بيدوا دعم ممتاز. توفرت من في دراسه للرياضه، حضرتك بتروح في البدايه كل سنه بتقدم خطتك، عندك شورت تيرم اند لونج تيرم بلان بتقدمها بتتناقش فيها في تفاصيلها مع الناس فاهمين اللي بنشوف فيه. وانس ابروف بيبقى سهل بعد كده اللي انت بتاخد الدفعات اللي انت طالبها وتقدر تخطط وتنفذ انك معاك الفلوس. تمام. ده نتيجته في اهتمام من الدوله نتج عنه تطور الرياضه، في اهتمام من اولياء الامور بالرياضه، وهم على فكره اولياء الامور ليهم دخل كبير جدا في النجاح، حتى النتيجه بتاعتنا هتلاقي كل واحد من اللعيبه الاربعه اللي لعبوا ولي امر وراه، سواء في التدريب سواء في المتابعه سواء في موضوع المذاكره. فاولياء الامور لهم دخل كبير، وهم في السكسس ستوري اللي حصلت امبارح هم لهم دخل كبير جدا. فاحنا بنشكر المنظومه كلها، وفي الاخر الحمد لله ربنا وفقنا ان شاء الله ما تبقاش اخر ميداليه. يعني مره تانية الف مبروك علينا، وهنبقى مع حضرتك بقى يعني في يعني سواء حضرتك هتنورنا هنا او في مداخله تانية عشان النقطه اللي حضرتك ذكرتها، فكره هنا الخطه اللي اتقدمت اللي بناء عليها اصبح هناك في يعني امكانيه لتحسين الدخل ده بالاضافه للرعاه، لان اعتقد دي لو مثلا فيها افكار كويسه ممكن تطبق في العاب اخرى، لان دايما او مش اول مره نسمع ان في بعض الالعاب اللي محتاجه دعم مادي اكتر من المتاح ليها. ف ربما نستفيد يعني من حضرتك كابتن عبد المنعم. شكرا ليك على كل حال، وان شاء الله لينا مداخله ثانيه. شكرا لحضرتك. اصبح للماده يعني لا 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 طبعا وهي اللي صاحبه اليد العليا في كل الامور مؤخرا. بص احنا دايما بنقول احنا عندنا كوادر بشكل عظيم جدا، يعني احنا مثلا لما نيجي نتكلم عن الرياضه المصريه هل انت عندك كوادر؟ لا عندك كوادر كويسه جدا، عندك اهتمام دلوقتي اصبح فيه اهتمام يمكن من اكثر الدول اللي القياده السياسيه بتهتم بالرياضه فيها دلوقتي. الحاجه اللي يعني اللي تنقص في بعض الرياضات هي يمكن الدعم المادي، وطالما ليها حلول كويس. وطبعا بره خلي بالك برضو الرعاه بيكونوا على المستوى الفردي اكتر للالعاب الفرديه، ممكن تلاقي سبونسر رايح لبطل معين هو يعني هو متبنيه رياضيا. احنا عندنا شويه الموضوع بيبقى بالفرق اكتر، لكن الثقافه شويه ابتدت تتغير، وزي ما كابتن عبد المنعم بيقول في خطه قدمت، فممكن نعرف برضو تفاصيلها ربما تفيد فعلا. كويس ان يعني ان المسؤولين عموما مهتمين بالملف ده ومدركين تمام الادراك ان فعلا صحيح. الرياضه بقت اقتصاد واستثمار اقتصادي في المقام الاول وعلى الصعيد العالمي كله، عشان نبتدي بقى نبني ثمار هذا الامر زي ما سمعنا دلوقتي ان يعني لما تم تظبيط الملف ده كانت دي النتيجه. صح. حاجة محترمة جدا. طيب النهاردة بقى يوم 6 إبريل هو اليوم العالمي للرياضة، وده اليوم اللي قررت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلانه باعتباره اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام تحديدا، وده لأن الرياضة ما ينفعش نتعامل معاها يعني باعتبارها رفاهية في أي مجتمع، لأن هي بالفعل استثمار مهم جدا في الحاضر وفي المستقبل، نقدر نقول إنها استثمار في البشر واستثمار واقتصاد حقيقي. انا عايز اروح معاك لابعد من كده كمان، يعني الرياضه وفكره اللعب هنا
اعلان الامم المتحده مش بس معتبر ان هو شيء اساسي في حياتنا، لا ده بيقول لك ده حق من حقوق الانسان، يعني اللي يجب كمان احترامها ويجب تطبيقها في جميع انحاء العالم. يعني ده مش حاجه كده رفاهيه، لا ده حقك ان انت تمارس رياضه وان الدوله تساعدك على ممارسه الرياضه وتدعمك في الموضوع ده. فده بالظبط لو جينا قارناه بمصر وده اللي بتعمله مصر، يعني قياده سياسيه او حتى على المستوى الاقل احنا بنشوف ده دلوقتي. وكمان كتير لو هنتكلم عن سياده الرئيس، هو اهتم كتير وكان بيتكلم كتير عن منظومه رياضيه واهميتها في حياه كمان الصغار والنشأ. ولما بنشوف برضو الطفره اللي حصلت خلي بالك في مراكز الشباب، زمان مراكز الشباب كانت شكل، حاليا مراكز الشباب شكل تاني، خلينا نبقى صراحه. فانت بتتكلم في نقله نوعيه، فمراكز شباب، انشاء ملاعب كمان مش بس في المحافظات يعني الكبرى، انت رحت للكره، رحت للنجوع، رحت كمان انشات مدن رياضيه. ولما فاكر احنا ما اتكلمنا كمان عن الاسمرات وغيره اللي هي تطوير العشوائيات، وفكره ان انت مش بس بتنقل شخص من مكان عشوائي لمكان مثلا متحضر شويه، لا انت كمان بتغير حياته في ملاعب كمان تمت هناك. فكل ده بيفرق بشكل كبير جدا على الثقافه وعلى المجتمع، فبجد حاجه كبيره. وانت بتقولي كلمه مركز الشباب او مركز الشباب، التجربه الدنماركيه على طول، عايز اقول لك خطر على بالي على طول مشهد من يعني من ألذ المشاهد اللي في الفيلم ده، وللاسف ده كان يتقال عليه مشهد مضمونه ضاحك باكي، ان انت تبقي عارفه ان عندك اماكن الدوله خصصتها والمفروض ان وزاره الشباب والرياضه بتراعي من خلالها الناس اللي ساكنين في المنطقه الجغرافيه دي، وتلاقي ان مركز الشباب كما عهدناه او كما شفنا يعني نماذج مختلفه منه زمان، لا طبعا دي حاجه تعيسه جدا الحقيقه من بعد الحرب الحقيقه. طيب النهارده الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ومعاه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وعدد من ممثلي هيئه الامم المتحده في مصر وكذلك رؤساء الاتحادات الرياضيه واللجنه الاولمبيه واللجنه البارالمبيه ونخبه من نجوم الفن والرياضه كلهم هيحتفلوا باليوم العالمي للرياضه في مركز شباب الجزيره، وان شاء الله هنكون مع حضراتكم اول باول لمتابعه الاجواء الاحتفاليه دي. بالظبط كده، وبرده نديكوا فكره عن تفاصيل البرنامج او الاحتفاليه. هو هيتضمن الاول مسيره للمشي هتكون تحت شعار مفروض عيش الرياضه كن رياضيا، ده بمشاركه طلاب المدارس والجامعات وكمان مراكز الشباب. بعد كده هتبدا الكلمات الخاصه بالمناسبه، هنسميها المناسبه العالميه دي، وهتكون البدايه بكلمه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي طبعا نيابه عن الرياضيين، وبعدها هيتم تكريم نخبه من الرموز الرياضيه على راسهم برده كابتن بيبو، وبعد كده كابتن عبد العزيز الشافعي رئيس جهاز الرياضه الاسبق، والاذاعي القدير فهمي عمر، دكتور كمال درويش رئيس اللجنه الاستشاريه العليا بوزاره الشباب والرياضه، سياده اللواء احمد ناصر رئيس اتحاد الكونفدراليه الافريقيه، المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، والمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، أحمد حسن قائد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم السابق، والنائبة الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة الأولمبية البارالمبية، والنائبة أيضا ولاء عبد الفتاح، والنائبة النائب محمد زكي. إحنا ليه بنقول الأسماء؟ لأن كل اسم من دول بصراحة ليه يعني باع وليه أثر تم يعني إثباته، فأسامي بنفتخر بيها وبنسعد أكيد بيها، فكان لازم نقول برضو اسم من الناس المقربين يعني. برضو من ضمن تفاصيل هذه الاحتفالية عايزين نقول لحضراتكم هيبقى في مباراة استعراضية لأبطال المشروع القومي للسكواش طبعا تحت قيادة الأستاذ أمير وجيه، ثم ينتقل الجميع إلى الملعب المتعدد الأنشطة الترويحية ومشاهدة اللعبة الجديدة التي ابتكرها الدكتور طه جمال وهي بعنوان أو باسم الرمية المرتدة. أكيد برضو هنهتم إن احنا إيه نعرف التفاصيل ونعرف حضراتكم تفاصيل متعلقة بهذه الرياضة الجديدة. هتختتم الاحتفالية داخل الملعب الخماسي باستعراض لأبطال المشروع القومي للتايكوندو وكمان متابعة مباراة كرة القدم الخماسية وعرض رياضي لطلبة كلية تربية رياضية بنين بالهرم وطالبات كلية التربية الرياضية للبنات في الجزيرة، والنهاية ستكون بمباراة كرة قدم استعراضية هيشارك فيها نخبة من نجوم كرة القدم في مصر. طيب نروح بقى دلوقتي نتابع اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه، هتكون معنا سالة حامد من مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالة صباح الخير ونصبح ليكي انا وكريم وسامعينك، اتفضلي. يا صباح الخير يا كريم، يا صباح الخير يا نهاوند، وطبعا بصبح على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده في 10 الصبح، دلوقتي يمكن هكون معاكم من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي وكمان الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر بيتسو موسيماني. ويمكن بعد راحه سلبيه لمده يوم الفريق كره القدم هيرجع يستأنف تدريباته مره اخرى على ملعب مختار التتش النهارده ان شاء الله. التجمع هيكون الساعة 3 والتدريب هيكون الساعة 4 استعدادا للمباراة القادمة أمام سيمبا التنزاني يوم الجمعة القادم،
والمباراة يمكن هتقام هنا في القاهرة على استاد القاهرة الدولي الساعة 9 بالليل. طبعا يعني دي هتكون المباراة في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا. ده بالنسبة لكرة القدم. خليني أروح لأخبار الألعاب الأخرى. ويمكن خليني أقول لك زميلي كريم أنه امبارح اليوم كان حافل أو مليان بالمباريات، مش بس في كرة الطايرة، كمان في كرة اليد وكرة السلة. وخليني كالعادة أبتدي بالفريق الأول لكرة السلة رجال تحت قيادة الكابتن أشرف توفيق، وبعد تفوقهم على نادي سبورتنج في المباراة أمس بنتيجة 79-70 في المباراة والمواجهة الثالثة اللي جمعت ما بينهم امبارح على صالة الأمير عبدالله الفيصل داخل مقر النادي الأهلي. يمكن كابتن أشرف توفيق بعد المباراة مباشرة قرر ان هو يريح اللعيبة لمدة يوم، وهيرجعوا مرة أخرى للتدريبات بكرة إن شاء الله استعدادا للمباراة الأخيرة في الدور الثاني من بطولة الدوري أمام الاتحاد السكندري يوم الخميس. والمباراة يعني دي هتقام على صالة الاتحاد السكندري في مدينة الإسكندرية. ده بالنسبة لرجال السلة. بالنسبة لبنات السلة وتحت قيادة الكابتن علي هاشم النهاردة إن شاء الله هيتمرنوا الساعة 7 بالليل على صالة الشهداء داخل النادي الأهلي استعدادا للمباراة القادمة مباراة غد واللي هتكون أمام نادي الشمس. ودي يعني هتكون يا كريم تاني مباراة للنادي الأهلي ونادي الشمس في الدور الثمانية من بطولة الدوري. ويعني طبعا زي ما احنا عارفين ان الدور الثمانية ده بست اوف ثري، نادي الأهلي هيواجه نادي الشمس ثلاث مرات لو فاز في أول مباريتين. لو فاز بكرة إن شاء الله مش هيحتاج إن هو يلعب ثالث مباراة عشان هيكونوا تأهلوا رسميا يعني للدور الثمانية من البطولة. فبكرة إن شاء الله المباراة هتكون هنا على صالة الشهداء الساعة 6، وعفوا مش هتكون على الصالة دي لأن أول مباراة كانت على الصالة دي، هتكون على صالة الشمس هناك في نادي الشمس. ده بالنسبة لكرة السلة. بالنسبة لكرة الطايرة ويمكن رجال الطايرة وسيدات الطايرة امبارح واجهوا نفس الفريق وهو هليوبلس على نفس الصالة صالة الشروق، ولكن رجال الطايرة فازوا على هليوبلس بثلاث شواط مقابل لا شيء، وسيدات الطايرة أيضا فازوا على نادي هليوبلس بثلاث شواط مقابل لا شيء. ولكن النهارده سيدات الطايرة هيكونوا في راحة سلبية من التدريبات، ورجال الطايرة النهاردة هيتمرنوا كمان يعني تقريبا ساعتين الساعة 12، وبعد التدريب مباشرة هيتجهوا الجهاز الفني واللعيبة هيتجهوا لمدينة الإسكندرية استعدادا لمباراة غد واللي هتكون أمام نادي سموحة الساعة 6 على صالة نادي سموحة في مدينة الإسكندرية. استكمالا لجميع أخبار الفرق الرياضية زميلتي نهواند وزميلي كريم، كمان رجال اليد امبارح قدروا ان هم يتفوقوا بعد يعني أداء قوي وأداء متميز على مدى الشوطين، قدروا ان هم يفوزوا على نادي الطيران بنتيجة 30-27 في الدور الثمانية من بطولة كاس مصر. وبعد المباراة دي قدروا ان هم يحجزوا مقعدهم في المربع الذهبي لبطولة كاس مصر. النهاردة ان شاء الله بدون راحة هيتمرنوا داخل النادي الاهلي. التمرين الاول هيكون في الجيم الساعة 2، وبعد كده الساعة 4 التمرين هيكون على صالة الامير عبدالله الفيصل داخل مقر النادي الاهلي. وبكرة ان شاء الله هيسافروا مدينة الاسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراتين مهمين جدا في مدينة الاسكندرية يوم الخميس ويوم الجمعة. كمان سيدات اليد النهارده هيتمرنوا الساعة 6 بالليل استعدادا لمباراة يوم الجمعة. يعني خلاص الأول كان مفروض يتحدد يا نادي الطيران يا نادي الزمالك، سيدات الطايرة هيواجهوهم يوم الجمعة، وخلاص امبارح اتحدد إن شاء الله هيواجهوا نادي الزمالك يوم الجمعة الساعة 2 على صالة حسن مصطفى. وده طبعا هيكون الجولة الأولى في الدور النهائي من بطولة الجمهورية. يمكن دي يا كريم وأنا هواند كانت كل الأخبار والأمور المتعلقة بجميع الفرق الرياضية مختلفة داخل النادي الأهلي وكمان الفريق الأول لكرة القدم. والآن العودة مرة أخرى للاستوديو. شكرا ليكي جدا يا سالة على التغطية دي الخاصة بأخبار النادي الأهلي. شكرا. تعالوا بقى نروح نتابع مع حضراتكم حالة الطقس، ولو الجو حر بالشكل ده والصيف لسه ما بدأش رسمي معنى كده ان احنا هنتروق في الصيف ان شاء الله. ده اكيد يا غبر. طيب هنتابع معاكم درجات الحرارة من خلال هذا الفيديو ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا. اتفضل.
طب تمام يعني طالما كده طالما الكلام على نطلع كده نطلع فاصل ايوه ونرجع بعديها على الرايق نكمل كلامنا مع حضراتكم اتفضل. هو ايه اللي ودى المانجا هنا؟ رجعنا لحضراتكم مرة تانية. نروح بقى دلوقتي ونتابع يعني الأخبار المختلفة الرياضية في الصحف والمواقع المحلية طبعا والعالمية مع زميلنا العزيز محمد توفيق. هو كمان هيكون معاه لقاء دلوقتي مع الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي. يا توفيق صباح الخير وسمعينك أنا وكريم اتفضل. صباح الخير يا نهواند وطبعا الحمد لله على السلامه. صباح الخير يا كريم، برحب بيكم وبكل مشاهدي 10 الصبح في الاهلي. جوله جديده من اهم واخر الاخبار المحليه والعالميه الصادره صباح اليوم الثلاثاء 6 ابريل 2021، متواجدين معاكم هنا من مقر جريده الجمهوريه. وقبل ما نخش في عناوين اخبارنا النهارده، يعني بنقول اهم المباريات النهارده، يمكن في مباراتين في الدوري في اطار الاسبوع ال18. ظهرت الجنوب أسوان بيستضيف إنبي الساعة 5، يمكن دي أول مباراة تقام على استاد أسوان منذ فترة طويلة بعد طبعا المجهود الرائع اللي عملته الشركة الوطنية العملاقة استادات من تطوير استاد أسوان، يمكن هيظهر بشكل أكثر من رائع النهاردة كلنا هنشوفه خلال المباراة. والمباراة الثانية غزل المحلة هيستضيف سموحة إن شاء الله في تمام الثالثة عصرا. وطبعا المتعة كلها ودورة أبطال أوروبا النهاردة، ريال مدريد هيستضيف ليفربول ومانشستر سيتي هيستضيف بروسيا دورتموند. نروح بقى لأخبارنا وأول خبر معانا من جريدة اليوم السابع. الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا. العنوان الثاني من الوفد صفحة 7، اتحاد المصارعة يطلب استضافة بطولة العالم 2023. نروح للجمهورية صاحبة الاستضافة والصفحة 15، نهائي مبكر بين الريال وليفربول بدوري الأبطال الليلة والفرعون طمعان في الصقر من الملكي. ده طبعا كناية عن المباراة اللي كانت بين الفريقين في نهائي نسخة 2018 واستطاع فيها ريال مدريد تحقيق الفوز والظفر بدوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول. العنوان الأخير معانا من جريدة الشرق الأوسط، كلوب يقف في مواجهة زيدان مجددا. هالاند أمل ممثل ألمانيا أمام ريال جوارديولا المتألقين في ربع دوري الأبطال اليوم. ليفربول يصطدم بريال مدريد ومانشستر سيتي مرشح لتجاوز دورتموند. دي كانت أهم وآخر يعني زي ما بنقول عناويننا، وكمان هنتناقش فيها مع الكاتب الصحفي والناقد الرياضي بالجمهورية أستاذ حسام الغرباوي. أستاذ حسام برحب بك في البداية. يمكن النادي الأهلي بعد أجازة امبارح منحها المدير الفني بيعود للتدريبات لسيمبا، شايف الاستعداد لمباراة سيمبا إزاي؟ طبعا الأهلي قدر ان هو يصعد لدور ربع النهائي بعد مشوار كبير ومباريات قويه جدا امام فرق مجموعته المجموعه الاولى، وطبعا قدر ان الاهلي بالتاهل ده نبقى فيه اريحيه ان هو يبقى فيه مباراه قويه قادمه مع الاخيره في الجوله السادسه من البطوله. طبعا هيبقى عنده فرصة كبيرة ان هو يشرك بعض اللاعبين اللي ما اشتركوش قبل كده او كانوا في الاصابة مثلا او ما اشتركوش بشكل قوي، مثلا زي صلاح محسن، وليد سليمان، علي لطفي، ناصر ماهر، وطبعا عودة كهربا للتدريب الجماعي بعد تقضيته للعقوبة لمدة شهر بعد المشكلة الأخيرة طبعا. ودي ادت فرصة كبيرة جدا لموسيماني ان يبقى الأهلي في شكل تاني خالص، شوف لاعبين جدد لم يشاركوا، انه بيحط خطط جديدة يقدر ينفذها بشكل قوي، وفي نفس الوقت بثقة كاملة ان المباراة تحصيل حاصل، ان الفريقين تأهلوا. وطبعا خاصة بعد ان احنا عندنا بعض اللاعبين المهمين مش هيشاركوا زي علي معلول ان هو محتاج لعشرين يوم ان هو بحيث انه يعود تاني، وحمدي فتحي ومحمود وحيد، ونتمنى طبعا للأهلي ان شاء الله يفوز، وانا ان شاء الله بتوقع ان الأهلي يتوج بالبطولة العشرة ليه ويحافظ على اسمه ولقبه، وده المتوقع من أهلي، وده اللي ان شاء الله بإذن الله هنبارك له عليه قريب. دوري أبطال أوروبا ومباريات يعني زي النهاردة، بقول كل محب ومعشق كرة القدم النهاردة على موعد مع المتعة. ريال مدريد بيستضيف ليفربول، والمباراة الثانية مانشستر سيتي بيستضيف بروسيا دورتموند. شايف المباراتين إزاي خاصة والنجم محمد صلاح بيشارك النهاردة في أولى المباريات؟ طبعا هم مباراتين مهمتين جدا جدا، ولكن طبعا أكيد الشعب المصري كله بيبقى مركز مع صلاح أكتر.
طبعا صلاح بيسعى للصقر من الريال خاصة بعد حصوله على الوصافة بس في 2018، وكان حتى أصيب صلاح وطلع بعد نصف ساعة، وده طبعا كان أحزانه جدا، ولكن بيسعى للصقر إن شاء الله، خاصة أن الفريق طبعا خارج من فوز كبير على الأرسنال بثلاثة أهداف، وعنده دفعة معنوية قوية جدا للأخذ بالصقر، وخاصة محمد صلاح، لأنه طبعا محمد صلاح بقى بينافس أكبر الهدافين في ليفربول، يعني قدر أنه هو طبعا سجل 24 هدف من خلال وبشكل عام 26 هدف، فطبعا بيسعى بكل قوة، دي مدية دفع معنوية كبيرة جدا للفرعون المصري أنه هو يكمل مسيرته مع ليفربول بقوة، وإن شاء الله نتمنى له الفوز بإذن الله. أما بالنسبة لمانشستر ودورتموند فطبعا هيبقى في المباراة قوية جدا، لأن طبعا جوارديولا هو حتى صرح قال إن الفريق اللي قصادنا كل اللاعبين فيه مهمين جدا، رغم إن سانشو مش هيشارك، ولكن طبعا في هالاند هيبقى منافسة قوية جدا بين الفرقتين، وده شيء طبيعي إن إحنا عشان جميع مشاهدي أو محبي كرة العالم كرة القدم في العالم إن هم يستمتعوا مباراتين قويتين النهاردة إن شاء الله. شكرا استاذ حسام، شرفتنا وأتمنى لك التوفيق دايما. نهوان دي كريم، دي كانت جولتنا النهاردة من داخل جريدة الجمهورية، انتهت لحد كده، لكن إن شاء الله تواجدنا وعشرة صبح في الأهلي دايما مستمرين وبنقدم كل ما هو جديد. الكلمة لكم. احنا بنشكرك جدا جدا زميلنا العزيز توفيق، وبشكرك جدا على يعني اهتمامك انك تقولي الحمد لله على السلامه، وبنشكر اكيد ضيفك الاستاذ حسام الغرباوي. شكرا. نروح بقى مع حضراتكم على الاخبار العالميه اللي هنبتديها معاكم بلعبه او رياضه الجولف، حيث فاز الامريكي جوردن سبيث بلقب بطوله فاليرو تكساس المفتوحه للجولف، وكسب سبيث 6 ضربات في الجوله الختاميه، وده طبعا ساعده على الفوز باللقب باجمالي 18 ضربه تحت المعدل، متقدما بضربتين فقط على تشارلي هوفمان اللي احتل المركز الثاني برصيد 16 ضربة تحت المعدل، واحتل المركز الثالث الانجليزي مات والاس برصيد 14 ضربة تحت المعدل. من الجولف خلينا نروح لهوكي الجليد، فاز أليكس أوفيتشن فريق واشنطن كابيتلز للانتقائد فريق واشنطن كابيتلز، هنا ينتصر بقى على مضيفه نيو جيرسي ديفلز، ده بخمس أهداف مقابل 4. خلينا نروح بقى مع حضراتكم على رياضة التجديف، وتغلب فريق الرجال بجامعة كامبريدج على نظيره في جامعة أكسفورد في السباق السنوي للتجديف اللي بيجمع ما بين الجامعتين العريقتين جدا في بريطانيا، وبكده فازت جامعة كامبريدج بسباقي الرجال والسيدات، طبعا أقيم هذا السباق السنة دي بصفة خاصة في نهر آخر غير نهر الثيمز طبعا بسبب قيود فيروس كورونا، وكمان عشان جسر هامر سميث في لندن يقال ان هو غير امن، بس مش عارف ايه التفاصيل. طيب دي الفقره كنت اقول الحواريه الاخباريه. ما رحناش بعيد. طيب احنا هنروح فاصل زي ما متعودين، ونرجع وزي ما انا وكريم نوهنا مع حضراتكم في بدايه الحلقه، هيبقى معانا ضيفنا في الفقره الاولى الاذاعي يعني المتميز ماهر عبد العزيز، وهنحكي كده اسمها حكاوي الاهلي، وفي قصه وتفاصيل حابين ان احنا نروح معاها ونسمعها كمان منه، وتاريخ كده حصل وحاجات، خلينا يعني بلاش انا خلينا ان شاء الله نسمعها منه هو تحديدا. وبعد كده الفقره الثانيه هيكون معانا ابطال رياضيين مشرفينا من ذوي الهمم النهارده، الدور عليك ولا عليا بقى النهارده؟ لا ده هو وهي جماعيه ولا فرديه؟ استني كده اما نشيك عشان انت فاجئتيني بالموضوع ده. دورك يا ست الكل، دورك يا ست الكل. فاصل طيب ونرجع نكمل. الفقره دي هنتكلم او هتبقى تحت عنوان حكايتي مع الاهلي، ويعني هنعرف فيها دور الأندية في العالم كله في حياة بعض الأشخاص، لكن في الحلقة بقى والنهاردة تحديدا هنقول دور النادي الأهلي وصاحب الحكاية، مش بس حتى يعني شخصية كبيرة ومش محبوبة، لا هي شخصية كبيرة جدا، إذاعي كبير ولكن محبوب كمان جدا على المستوى الشخصي، وأنا كان ليا يعني سابقة عمل معاه قبل كده، ويمكن كريم كمان وناس كتير جدا أكيد من اللي هيتابعونا، الإذاعي الكبير الأستاذ ماهر عبد العزيز رئيس راديو مصر السابق. صباح الفل يا أستاذ ماهر. صباح الخير، ربنا يخليك، منور الدنيا يا استاذنا كريم. سعداء جدا، احنا الاثنين اشتغلنا قبل كده تحت قياده حضرتك. انا اللي اتشرفت ان انا اشتغلت معاك. شرف لينا احنا سواء في راديو النيل او في راديو مصر. وكنت بقول كمان من شويه ان طالما هنحكي حكايه فمن حسن حظ الجميع ان اللي هيحكي الحكايه دي هو حضرتك، وحضرتك واحد من امهر الحكائين على الاطلاق. ربنا يخليك. عايزين نعرف من حضرتك مبدئيا كده فكره، ان قبل ما ندخل حتى في تفاصيل الحكايه استاذنك نهواند قالت في المقدمة يعني حاجة مهمة جدا، فكرة ان النادي رياضي يأثر في حياة شخص، لما يكون الشخص ده منتمي للنادي فبيبقى المنطق حاضر،
لكن لما يكون نادي رياضي زملكاوي بيأثر في حياة شخص غير منتمي ليه، هنا بقى لازم نعمل وقفة يا أستاذ. لا ما هو احنا لازم نتفق على حاجة، انك لازم في حياتك ترجع الفضل لأهله، ده ملوش علاقة بالانتماءات. حد له فضل عليك بعد ربنا سبحانه وتعالى لازم تقول ان فلان ده صاحب فضل، يبقى شخص يبقى كيان يبقى اي حاجة بقى. فهي الحقيقة فعلا ان النادي الاهلي كنادي رياضي كبير وككيان مجتمعي مهم كان له فضل عليا وعلى زمايلي في موضوع الكتب. وانا بكل صراحة انا بكلمك بقى بمنتهى الامانة دلوقتي، انا كنت من زمان فاهم الكتب دي في الكلية. طب احنا بقى يعني طالما قلنا كلمة الكتب لازم نفسر الحكاية. انا هقول لك بقى فانا لقيت الكتب دي قريب وانا بوضب الشقة كده لقيت الكتب دي موجودة، قلت الكتب لازم تروح الكلية ولازم اقول للناس حكايتها وحكاية النادي الاهلي علشان الناس تعرف. حلو. انا دخلت الكلية سنة 79 كلية اللغات والترجمة جامعة الازهر الشريف، وليا الشرف ان انا ثانوية ازهرية وجامعة الازهر بدرس لغة اسمها اللغة السواحيلي أو اللغة السواحلية، هي اللغة الرئيسية في شرق أفريقيا والستة في الأمم المتحدة، ولغة يعني لغة بيسموها اللغات المليونية يعني ملايين البشر بتتكلمها. لكن ما فيش لها هنا في القسم اللي أنا بدرس فيه كتب، وهم كانوا ثلاث معيدين اللي كانوا بيدرسونا، طبعا هم دلوقتي من عظام الأساتذة يعني، والدكاترة اللي كانوا وقتها بره لسه ما جوش، ودول برضو من اعظم الاساتذه والدكاتره في اللغه السواحليه الان مش في مصر ولا في افريقيا، لا في العالم كله يعني. جميل. فهم ثلاث معيدين، الدكتور الدكتور عبد الهادي حامد مرزوق، الدكتور محمد طلبه، الدكتور محمد مرعي، وكان في متحدثين من ابناء المنطقه بيدرسوا لنا السواحيل، لكن ما فيش كتاب. طب بتدرسوا ازاي من غير كتاب؟ بندرس بحاجه اسمها الاستنسل، الاله الكاتبه، ويكتبوا على ورق اسمه ستنسل كده يعمل تخريب بالبتاع. شفتي بقى انت فضحتيني ازاي؟ وبعدين تحطه على مكنه وتلف يطبع يطلع لك البتاع مطبوع، حاجه كده طبعا بدائيه جدا يعني. دي بقى مذكره قواعد اللغه، دي مذكره المحادثه، دي مذكره مش عارف ايه، هي ورق ابيض كده انت مكتوب. كان في للامانه كتابين موجودين في السوق في مكتبات وسط البلد، مجموعه تيتشر سيلف دي بتعلم نفسك كل حاجة، من ضمنها تيتشر سيلف سواهيل، ومجموعة فور ترافل، دويتش فور ترافل، سبانيش فور ترافل، سواهيلي فور ترافل. دي جمل بقى، أنا أريد أذهب إلى المطار، أنا أريد أن أكل، أنا كده. لكن كتاب تعليم، كتاب لغة، كتاب قصة، رواية، جورنان، مفيش. في يوم بالليل أنا بذاكر سنة 80 تقريبا أو 81 عشان بس الذاكرة بقى ما خانتنيش يعني، جبت الجمهورية بالليل وقبل ما ذاكر قاعدة أقرأ، فلقيت الصفحة الرئيسية في الجمهورية العنوان الرئيسي بتاعها الأهلي يلتقي مع يانج أفريكانز في تنزانيا في بطولة أفريقيا. طب ما هي تنزانيا دي معقل اللغة السواحلية، اللغة الرسمي في البلد، وأكيد فيها كتب وفيها كل حاجة. طب هو الأهلي يرضوا يجيبوا لنا كتب؟ حجر. سحبت ورقه، في بقى ايميلات بقى ولا واتساب ولا ولا واتساب ولا احنا بنشتغل بالجواب والبوسطه وطبعا وثلاث تعريفه ده. ايوه قرش ونص تعريف، ثلاث تعريف. وبعت الجواب، كتبت الجواب باسم الشخص اللي جاي رئيس بعثه السيد العميد مبروك متولي. علمت بعد كده من ابنه، ودي من اسعد الحاجات ان انا تواصلت مع الباشمهندس وليد اللي هو طبعا سياده اللي هو توفى ربنا يرحمه ويغفر له، بعت له جواب قلت له انا فلان الفلاني وابويا فلان عشان الامان بقى واحد ما بيعرفنيش يعني، وابويا فلان وبيشتغل كذا ورقم بطاقتي كذا وانا بدرس اللغه السواحيلي في جامعه الازهر، واحنا ما عندناش كتب وما عندناش مش عارف ايه، حكيت له الحكايه عشان يعني اصعب عليه، ويا ريت تجيبوا لنا كتب وجرايد ومجلات وشرايط كاسيت، او لا انا ما قلتش شرايط، هو هو اللي جاب الشرايط. فالمهم حذفت الجواب في البريد بالليل. بس ممكن اسال قبل بقى يعني الخطوه اللي لحقت الجواب اللي حضرتك بعته، اشمعنى فكرت تحديدا انك تبعت ل يعني سياده العميد متولي مبروك مبروك متولي مبروك متولي والفكره دي يعني انا بعت له هو ليه جات لك؟ بعت له هو عشان هو رئيس البعثه، انا ما اعرفش حد خالص. يا فقلت انا طالب في الجامعه ماليش علاقه باي حد، انا قلت مين رئيس البعثه؟ اجرب انا مش هبعت للعيب انا ما اعرفهمش، انا قلت ايه ده رئيس البعثه، وحسيت ان ممكن فعلا ما يعني كان عندي احساس. طب حلو،
وحذفت الجواب. بعد ما راحوا لعبوا ورجعوا بيومين التليفون ضرب في البيت برضه، ما فيش موبايلات وما فيش اي حاجه، احنا بنتكلم في الضلمه. الو السلام عليكم، انا فلان الفلاني، فين فلان؟ انا فلان. طب تعالى خد كتبك. كتب ايه؟ انت مش بعت قلت عايز كتب؟ قلت له اه. قال طب يلا تعالى في نادي الاهلي، كانت الجزيره طبعا بس. اه طبعا. ورحت خدت من ابويا فلوس، عايز اقول لك كانوا 30 جنيه بس اللي اداهم لابويا ساعتها، بس ده كان مبلغ كبير جدا يعني. طبعا بنتكلم على ثلاثه تعريفه، ف 30 جنيه ده رقم. بص بقى، بص بقى، بص انا هودي مسكت حالي ازاي. انا احب التفاصيل، انا احب التفاصيل. المهم وحصل ايه بعد كده؟ رحت بقى لقيت ايه، حبه كتب، هم 27 كتاب بالتحديد يعني. اوكي. وجرايد ومجلات وشرايط كاسيت. يعني حتى فوق المطلوب. اه يعني جاب الشرايط دي هو، هو يعني الله يرحمه هو اللي جابها يعني. يا نهار ابيض، هم 30 جنيه دول هيكفوا؟ لا ال 30 جنيه هيكفوا؟ اه حضرتك فاكر انك هتدفع؟ انا ما اعرفش. اوكي. فانا بقى قمت متشكر جدا يا فندم، كتر خيرك وربنا يخليك. وكام حسبنا كام يا فندم؟ طبعا انا متشكر جدا، بس قال لي بس في ايه؟ خد كتبك وروح. يعني جميل جميل يا فندم. قال لي يا ابني انتوا بتتعلموا لغات افريقيه، احنا اللي هنحتاجكم بعد كده، ما احنا بنلعب في افريقيا كل سنه، احنا اللي هنحتاج لكم. جميل الله يرحمه. خد كتبك. شيء محترم جدا. وخدت الكتب وروحت. انا بقى اول مره في حياتي اشوف كتاب باللغه السواحليه. ده بقى ايه؟ امثله شعبيه، قصه، ادب، قواعد لغه. احنا كنا بناخد زمان في المدرسه عادل وسعاد، هم بياخدوا هناك جمعه وروز. عادل وسعاد، احنا كنا بناخد عادل وسعاد وعمرو و عمرو ومها، عمر وسلمى، عمر وسلمى. لا عمر وسلمى ده فيلم. لا ده فيلم صحيح. المهم اي اتنين مع بعض بيجوا مع بعض اي حاجه وخلاص عادي دلوقتي. حلو. طب يا فندم بعد اللفته الحلوه دي مش كنت تبقى اهلاوي بقى؟ لا. يعني مستني ايه اكتر من كده؟ لا طبعا كل الناس قالت لي كده، والناس دخلت عليا على مكتبه حكايه على الفيس، الناس كلها قالت لي لا انا زملكاوي. انا بحب الزمالك. ما فيهاش ملهاش علاقه خالص ده انك يعني تعترف بفضل حد تاني. ده مش طبعا، ده بحد ذاته شيء محترم، ده دور مجتمعي مهم. طبعا طبعا يا فندم، والله ما في حاجه صوت بتضحكني. انا مش هبقى اهلاوي، خد بالك يعني. انا شكرت النادي الاهلي على دوره، وده كان مهم. صحيح. انا عايز اقول لك بقى ان يعني بعدها شفت يعني احنا دلوقتي ممكن اجيب الموبايل بتاعي اكتب انا وانت واحنا قاعدين اريد تعلم اللغه السواحليه، هيجي واحد يقعد معانا يعلمنا سواحلي. دلوقتي خلاص الوضع بقى مختلف طبعا، الدنيا اختلفت. اه طبعا طبعا. لكن تفضل الاشياء احلاها. انا شفت كتب سواحلي بقى، الدكتور محمد ابراهيم ربنا يديله الصحه والعافيه، وهو راجع من لندن وادى مكتبته هديه للكليه. يوم ما رحت يوم الاحد الكليه شفت مكتبته هديه. زميلي ودفعتي الدكتور عبد الحي سالم، ودي كان رئيس القسم بعد كده، مدي مكتبته هديه للكليه. الدكتور ايمن الاعصر وهو وكيل الكليه دلوقتي برضه، ده خريج القسم، ده كان بعد كذا دفعه، اما راح اشتغل في نيروبي في جامعه نيروبي كان جايب 70 كيلو كتب للكليه. الكليه بقت مليانه كتب في كل افرع العلم. لكن اجمل اشياء يا عم كريم. صح، اولها طبعا، أولها طبعا. طبعا. وحضرتك عملت نفس الشيء برضو مؤخرا واهديت الكتب. رحت وديته، انا كنت فاهم ان هم هناك اصلا. ايوه فانا خدتهم طبعا ورحت، دول مكانهم هنا، الناس تعلم، والناس ممكن يكونوا مش محتاجين لهم ما اعرفش، لكن انا شفت ان ضروري ان انا اذكر فضل النادي الاهلي وسياده العميد او سياده اللواء مبروك متولي رحمه الله عليه. الله يرحمه. اذكر كليتي اللي اتعلمت فيها، اللي انا اشتغلت في الاذاعه بالسواحيل. انا عملت كل حاجه في حياتي بالسواحيل. انا قابلت. طب ما تقول لنا حاجه بالسواحيل يا استاذ ماهر، عشان برضو الناس تبقى يعني جمله. بحب الاهلي مثلا. مين اللي بنده زمالك؟ انا بحب الزمالك. جميل. لا بس حضرتك بتحب الاهلي برضو. مين اللي بنده زمالك؟ لكني ميمي نجوى معروف يا اهلي. طب ده شيء محترم من حضرتك جدا برضه. انا اعرف معروف الاهلي. اوكي. فضل خد بالك هي لغه فيها 40% من كلمات عربي. بس حضرتك بتقول اشتغلت في الاذاعه بس باللغه السواحيليه. اشتغلت في الاول دي اذاعات موجهه ولا موجهة. اشتغلت في قسم الاذاعات في الاداره العامه لافريقيه، اللغه قسم السواحيلي ده موجه لشرق افريقيا، قعدت فيه من 86 ل 89، بعد رحت موزيع عربي بعد كده.
جميل. طب الذكريات لسه ما خلصتش، ورغم برضو ان حضرتك زملكاوي لكن تحدثت ان احسن خمس دقائق كانوا في حياتي. ايوه في يعني ده كان اعتراف من الاستاذ ماهر، قال احسن خمس دقائق في حياتي كانوا لما الاهلي فاز على الصفاقسي، ده كان عام 2006 بالظبط 11 نوفمبر 2006. اه فاشمعنى بقى؟ اشمعنى؟ لان انا في تونس، تونس دي بلد انا بحبها جدا واشتغلت معاهم وكل حاجه، لكن في النهايه في نادي مصري بيلعب في تونس، فلازم هشجع النادي المصري اللي هو اللي انا بشجعه بلدي. بالظبط. الكابتن طاهر ابو زيد شاهد على الواقعه دي، لان هو اللي كان معايا بالليل لما قعدنا على قهوه في شوارع تونس، وكان معانا واحد من قناه اللي هو اللي كانوا بيشتغلوا فيها اسمه كابتن خالد، هو التونسي راجل مش فاكر اسمه خالد ايه يعني. البلد كانت حاله يعني فرحه عارمه، الكاس راجع، الكاس تونسي خلاص صفاقسي، هما متعادلين 1-1 هنا، هناك بقى خلاص هما في بلدهم يعني. استاد رادس ما كانش فيه رجل، انا رحت الاستاد انا والكابتن ميمي الشربيني والكابتن خالد الغندور والكابتن واستاذ جمال نور الدين الصحفي في الاذاعه والتلفزيون، واستاذ ضاحي مذيع الشباب والرياضه اللي هيغطي شباب الرياضه، ومجدي كامل زميلنا، مجدي كامل هو اصلا مذيع من الشرق الاوسط طبعا، لكن هو المنتج للفقره الرياضيه في شباب الرياضه، مش فاكر الفقره اسمها ايه يعني. فاحنا رايحين شايفين البلد عامله ازاي، هو خلاص هو الكاس تونسي. انا قلت في الحكايه اللي كتبتها ان انا طلعت هوا مع الكابتن طاهر ابو زيد بساله عن الماتش والاجواء، فهو في الاخر قال لي انا عايز اقول حاجه قبل ما نختم، الكاس راجع مصر. قلت له بأمارة ايه؟ انت ما انت شايف اللي احنا شايفينه. قال لي هو ده اللي هيرجع الكاس مصر، الضغط اللي على اللعيبه ده يرجع الكاس مصر. عايز اقول لك ان اي لعيب في الاهلي امبارح حط راسه على المخده بالليل نام، لان عنده بطولات وشاله بطولات وهيعمل دولاب جديد عشان يحط فيه الكاس ده. انما اخواتنا في الصفاقسي متعطشين، اللعيبه ما ناموش طول الليل، كل واحد بيحلم وبيتخيل هيشيل الكاس ازاي قدام الكاميرات، وده هيشتت تفكيرهم، وبعدين هم هيفصلوا دولاب جديد عشان يحطوا فيه اول كاس. ده ضغط نفسي. قال لي والله انا فاكر ان هو قال لي انا هكلمك بنفسيه واحد لبس تيشيرت النادي الاهلي. طبعا لا ومش اي واحد، وطاهر ابو زيد هو على فكره زميلي في شبرا الاعداديه وساكن جنبي دلوقتي، احنا جيران يعني، من الشخصيات المحترمه. جميل. فالشبراويه كلهم جدعان يا كريم، اجدع ناس، اجدع ناس، اجدع ناس. ما ينفعش تكون حضرتك موجود معانا يا استاذ ماهر وما نتكلمش معاك عن سحر الاذاعه نفسها. طب استنى بس اقول لك، هكمل لك. اتفضل. فروحنا الماتش، الشيء الملفت للنظر طبعا وده كان مش صح، اللي هو اول بانر كبير اتفرد على المدرج اللي ورا الجون يمين، صوره ابو تريكه لابس فرعوني وركع على الارض بيسلم الكاس للسباكس، صوره مستفزه طبعا، تضايقك طبعا، او على الاقل تنرفزك يعني. ابتدى الماتش 0-0 الدقيقه 90 بقى خدوا الكاس. الشماريخ ولعت، الدنيا ولعت بقى، خلاص خلاص خلاص، فاكرين اليوم ده ما خدوا الكاس خلاص. انا كنت قاعد في المدرج بتاع الاعلام، وتحت المدرج اللي تحت الكابتن ميمي الشربيني بيذيع للشباب والرياضه، والكابتن خالد الغندور قاعد جنبه ماسك له الموبايل كده عشان بينقل على الموبايل. اوكي. وقاعد جنبي بقى صديق ضاحي وزميلتنا من قناه الدير الرياضه ومش عارف، انا خلاص مش هتفرج بقى، هتفرج على ايه؟ فانا عامل كده وبسمع الكابتن ميمي الشربيني، انا مش باصص الملعب خالص. اوكي. فمره واحده هو بيقول ايه بقى؟ وعلى فكره استاذ عمار الشريع اتصل بيه بالليل وحكى له، قال له انت كنت رهيب وانت بتقول هو لو تريكا يفوق، هو لو تريكا يبقى جون جون، وبدا يصرخ. فانت قاعد في ملعب مفيش اعاده قدامك، فانا طبعا بدات انتبه وادور الحاجة و70 ألف يا عم كريم سكتوا. طبعا. وال500 بس اللي طالعين. طبعا طبعا. مولعين الدنيا بقى في الاستاد. دي من الماتشات اللي ما تتنسيش الحقيقة. وفي نفس اللحظة التليفون بيضرب، فأنا برد، أيوه يا أستاذ مهدي أنت في تونس؟ أنا داليا رفعت، يلا دي زميلتي في استوديو مراسلين في الإذاعة، يلا 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 أنت على الهوا. الماتش شغال. أنا كنت بتكلم وأنا شايف عصام الحضري بيشيل بايديه ورجليه، يعني الهجوم كله كان ضاغط، فاضل دقيقه تقريبا او دقيقه ونص، حاجه مرعبه. طبعا طبعا. وصفر الحكم وانا على الهوا، عايزني ما افرحش ليه؟ طبعا. زملكاوي مين يا عم؟ اتحاد ايه؟ اسماعيلي ايه؟ مصري صحيح. إيه؟ صحيح. انا مصري بشجع النادي اللي رافع علم بلدي. هي دي الروح، هي دي الروح. صح طبعا طبعا.
والتوانسة حبايبي واصحابي واصدقائي، لكن كل واحد هنا دلوقتي عايز يرفع علم بلد. صحيح. فعشان كده انا قلت والخمس دقايق بتوع يوم ما وصلنا كاس العالم اذاعه شعبي لما كنت في نجوم في راديو النيل طلبوني عملت خمس دقايق تحفه. اقول لك حاجه بقى كمان، يوم ما مجدي عبد الغني جاب الجون في هولندا والناس نزلت الشارع بالليل تقول جوهري جوهري، انا نزلت سجلت عشان اجيب في اذاعه الموجهه ثاني يوم حاله من الفرحه. بلد طبعا. بلد بلدك مصر انت فرحان انت منتصر بس. صحيح. عشان كده يبقى اجمل خمس دقائق اذاعه يعني. لا وليهم باك جراوند يعني. لا في اذاعه شعبي وعدوني وعدوني في اذاعه شعبي لما نوصل تاني كاس العالم هيطلبوني تاني. اه طبعا دي اقل حاجه. طيب احنا قدامنا دقيقتين زي ما بلغونا للاسف، وانا حاني بقى مع السؤال بتاع كريم، اكيد لا يمكن حضرتك تكون معانا وما نتكلمش عن الاذاعه المصريه وتقييمك وغيره وتفاصيل الحبيب برضه. الاذاعه المصريه ليا الشرف ان انا جلست امام ميكروفونها، لها كل الشكر والامتنان والاعجاب الناس. انا ما كنتش هقعد مع نجوم زيكم الا ان كنت انا من الاذاعه واشتغلت في الاذاعه. احنا اللي قاعدين في حضره حضرتك. انا لفيت الدنيا وشفت ناس، انا سجلت مع نيلسون مانديلا، سجلت مع ياسر عرفات، مع عمر الشريف، مع ناس كتيره جدا مش قادر افتكر طبعا دلوقتي. لكن الاذاعه المصريه هي اللي ربت ثقافه شعب. انا كنت بقول لبنت من بناتنا في الاستراحه دلوقتي ان في الثلاثينات من هذا القرن والاربعينات كان الفلاح في الغيط في الصعيد او في بحري بيقول انا من ضيع في الاوهام عمري، لان الاذاعه كانت بتذيع الجندول الاستاذ علي محمود طه والاستاذ محمد عبد الوهاب. الناس كانت بتسمع طه حسين والعقاد واسمه استاذ فكري فكري باشا اباظه، بتسمع الناس دي. والاذاعه ليها كمان مشاركات في التواريخ، يعني ما هننسى هنا القاهره يعني. لا 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 لا. تواريخ كثيره. استاذ احمد سالم هو هل سحرها اتاثر بالتقدم التكنولوجي مؤخرا؟ خالص. تظل الاذاعه والفضائيات وكذا، تظل الاذاعه هي الاذاعه. ولما طلع التلفزيون 60 قالوا الاذاعه هتروح ما راحتش، ولما طلع الفضائيات قالوا الاذاعه هتروح ما راحتش، ولما طلع النت قالوا هتروح ما راحتش. بالعكس، النت خد الاذاعه حطلك على الموبايل. صحيح. طب انا عندي سؤال لو تسمح لي، وعايزه يعني سؤال بمنتهى الصراحه عايزه اجابته من حضرتك، وانا متاكده هتجاوبني. تقييمك لبعض الاذاعيين، انا مش هقول اعلاميين، الاذاعيين او ربما ليسوا اذاعيين ولكن شغالين في الراديو في محطات مختلفه. انا لو هتكلم كمواطن مصري مش هتكلم كاعلامي خالص، انا برا البعض فعلا لا يليق تماما ان هو يجلس امام يعني المايك ويتكلم في محطه مصريه بصراحه. كم التهريج وحتى لو حاجه لايت بيبقى فيه نوع من الرقي مفروض في المستوى الحديث، والبعض الاخر بصراحه اكثر من رائع. ففي ده وفي ده، بتشوف ده حضرتك ولا لا؟ بصراحه بسمعه وشايف يعني. اه طبعا بسمعه وشايف ان هي تجارب. الافضل هو بس اللي هيستنى كويس، وهو بس اللي هنفتكره زي ما بنفتكر استاذ جلال معوض وبنفتكر كل الناس، مش عايز انسى اسامي يعني، هم اللي فضلوا. والوحش بيمشي. ملاحظ انت كمان ده مش مجرد ملاحظ، انا متراضي باللي انت بتتكلمي عليه. يعني اوقات فعلا الواحد بيركب هو في العربيه يعني بيسمع حاجات. وعلى فكره وتلفزيونيا بتقول ليه المستوى ده يعني، ليه الطريقه دي في الكلام التسرع في ان المذيع او المذيع يطلع على الهواء على طول. انا فاكر ان انا امتحنت معايير ايه اختار قدام 11 اذاعي واذاعيه من كبار، امتحنت قدامهم اتدربت على ايد الاستاذ وجدي الحكيم، على يعني شفت استاذ وجدي حكيم جاب لنا استاذ جلال معوض واستاذ عمل فهمي استاذ سعد زغلول نصار الاستاذ صبري سلامه الاستاذ هلال حديد. حضرتك لما كنت بتعين انا يعني فاكره ان احنا لما قعدنا انا والاستاذه فريده الشباشي عشان نعمل البرنامج هيك قعدت تسالنا اسئله وسالتني اسئله كتير وتجربتك قبل كده وخلتنا نقرا حاجه يعني، في لازم حاجات بتحصل مش فجاه كده. هو انت ممكن تكوني كبيره جدا في مجالك جدا طبعا واشهر، لكن جاي على الراديو خدي جو الراديو. خدي عايز اقول لك اول ماتش حضرته في حياتي الاسماعيلي والانجلبير سنه 70 في استاد القاهره. كاس افريقيا ده كان اول ماتش حضرته في حياتي. 70 كاس اول كاس افريقيا ناخده. انت ما كنتش اتولدت يا كريم؟ لا انا كنت بعدها بسنتين. 22/9/72 عموما حضرتك اتولدت يا استاذه. هو كان واضح وقال لي عجز كل اللي استنى يا عم الحاج الله يهديك. بعدين انا من غير حاجه بنهار وبقول لها العظمه كبرت وهي والله بالعكس هو اللي بيقعد يكبر نفسه. هي واضح انت وضحت قلت تاريخ اسم ميلادك. قول يا استاذ مش عارفه ليه عمل كده على طول. دي حقيقه ده امر واقع. مفيش الم ده نطع على طول. امر واقع يا استاذ. لا والله انا سعيد جدا بيكم وبشكركم. بشكر النادي الاهلي
بشكر سيادة اللواء مبروك متولي الله يرحمه باشمهندس وليد. أنا فخور جدا، وإذا كان من ثمار كل هذا البوست بخلاف الألف طلب صداقة اللي جولي والشير الكتير اللي تشير، إذا ما كانش من كل ده إلا أني تواصلت مع الباشمهندس وليد مبروك متولي، ده شرف ليا. بشكركم جدا. نحن بشكرك يا أستاذنا. يا رب على تواصل، هنتقابل في رمضان لازم يعني نتقابل في رمضان. نورتنا وشرفتنا، والحقيقه يعني نسعد بان احنا نلتقي مع حضرتك مره ثانيه. ربنا يخليك. حضرتك من الناس اللي دايما عندها قصص جميله ومختلفه. صباح الفل على حضرتك. ربنا يخليك. متشكر جدا. متشكر. فاصل وهنرجع معانا فقرتين زي ما نوهنا انا وكريم، وهيكونوا منورين حقيقي يعني ذوي ابطال الهمم، وهم هنقول ثاني ابطال الهمم. فاصل ونرجع. لأصحاب الهمم قدرات خاصة منحها لهم الله سبحانه وتعالى ليستطيعوا تحقيق النجاح في مختلف المجالات، وبالتركيز على الجانب الرياضي لأصحاب الهمم نجدهم دائما في المراكز الأولى بالعزيمة وقدراتهم الربانية القادرة على تحطيم الصعاب. من هنا جاءت فكرة مبادرة مصر تستطيع لأصحاب الهمم، والتي تنظمها المهندسة سمر حسب الله. المبادرة تهدف لتنفيذ برامج سياحية لأصحاب الهمم في مختلف الأماكن من خلال منافسات رياضية بمشاركة الشخصيات العامة المحببة لدى المتنافسين. وقد انطلقت رحلات المبادرة تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والبيئة ومحافظة جنوب سيناء وهيئة تنشيط السياحة. الفنان أحمد فلوكس شارك في رحلة غوص بمحمية رأس محمد بشرم الشيخ مع البطل محمد كرم، أول داون سيندروم يمارس رياضة الغوص، وقام بعدة رحلات في أماكن ومحافظات مختلفة. واستغرقت رحلة الغوص بمحمية رأس محمد 30 دقيقة على عمق من 7 إلى 8 أمتار تحت سطح البحر. المبادرة أيضا تهدف إلى اختيار أبطال للتدريب على رياضات جديدة على أصحاب الهمم وتحقيق إنجازات فيها، وهو ما حدث مع النجمة نورهان عثمان بطلة التزحلق على الجليد. المبادرة لا يقتصر دورها رياضيا وسياحيا فقط، بل تهتم بالدور المجتمعي لأصحاب الهمم، لذلك يتم مشاركتهم في تقديم المساعدات والمشاركة في الأعمال الخيرية لفئات مختلفة مثل الأيتام في دور الرعاية والمسنين وغيرهم. توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعاية أبناء مصر من ذوي الاحتياجات والقدرات الخاصة والعمل على إشراكهم ودمجهم في مختلف البرامج والمشروعات فتح الباب لأحلام وطموحات كبيرة لهم، إلى جانب استغلال قدراتهم الكبيرة في الرياضة والسياحة والنشاط المجتمعي. مصر تستطيع لأصحاب الهمم هي مبادرة لها أهداف عديدة رياضياً وسياحياً واجتماعياً كمان. هنعرف تفاصيل أكتر من ضيفتنا المهندسة سمر حسب الله مؤسسة المبادرة. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير عليك. ونورهان عثمان بطلة التزحلق على الجليد الجميلة حقيقي. صباح الخير نورهان. صباح النور. أهلا بيكي. أهلا بيكي. أنا مبسوطة أن أنتم معنا، وأنا لو تسمحي لي أبدأ مع حضرتك بس عشان الناس الأول تبقى عارفة المبادرة دي بدأت إمتى، هدفها إيه تحديداً فيما يختص كمان رياضياً. هي المبادرة الحقيقة ابتدت معايا تقريباً من 3 سنين، كنت فكرت إن أنا عايزة أعمل حاجة تكون مختلفة وطبعاً تبقى لمصر كلها. كنت في المجلس القومي للمرأة قدمت لهم فايل كامل عن السياحة المتاحة لذوي الإعاقة لجميع أنواع الإعاقات، بحيث ان احنا يبقى عندنا مكان في مصر. كنت بحلم طبعا يبقى عندنا مكان في مصر يبقى مهيأ ويبقى محطوط على خريطة السياحة العالمية، ان ده يقدر يستقبل الافواج من جميع الاعاقات. نفذت اول رحلة كانت تحت رعاية وتحت مظلة المجلس القومي للمرأة في شرم الشيخ، وفعلا سيادة المحافظ كان هو برضو راعي للرحلة دي او للحدث ده، وابتدينا ان احنا طلع بتوصيات ان شرم الشيخ تبقى مهيأة لاستقبال افواج او جميع الإعاقات. حلو جدا. ده كانت البداية. بعد كده ابتديت طبعا أنا سبت المجلس القومي للمرأة وابتديت أنا أشتغل لوحدي عشان في السياحة، من خلال عملت رحلات كتير جدا لأصحاب الهمم. رحلات قصيرة ورحلات طويلة في شرم الشيخ وفي الغردقة واسكندرية والفيوم واسماعيلية. عملت طبعا برامج كتير لإعاقات كتير،
ابتديت احط ازاي اعمل برنامج لكل اعاقه، ايه الحاجه اللي تتناسب معاهم وايه الحاجه اللي مش هيستمتعوا بيها. حلو جدا. من خلال الرحلات اللي انا كنت بعملها للولاد طبعا اشوف ان احنا في بنعمل ايه في الجولات السياحيه بتاعتنا. حلو. لا انا هروح للنقطه دي، بس انا حابه الاول فيما يختص هنا رياضيا ونورهان بقى تحديدا، لان يعني نورهان بنت جميله. انت عندك 19 سنه يا نورهان صح؟ صح. أيوة. وبتروحي وتلعبي تزحلق على الجليد بقالك من اول السنه دي تقريبا. أيوة. طب احكي لنا الاول، انا هروح اسمع منها عشان برضو الناس تبقى عارفه وارجع لحضرتك للتفاصيل. احكي بقى للناس يا نورهان دلوقتي عندك ملايين بيتفرجوا عليكي من النادي الاهلي. الاول بتحبي الاهلي؟ انا اهلاويه بصراحه. احكي لنا بقى وخلي الناس يعرفوا انت اشمعنى رحتي لتزحلق على الجليد، وابتديتي امتى تحسي انك عايزه يعني تمارسي الرياضه دي؟ احكي لنا تفاصيل، وبتدرسي ايه كمان؟ اولا انا بشكر على الضيافه الجميله دي اولا بحضرتك، وشكرا للمهندس تنصمر. بجد هي الفكره ان هم اللي اختاروني في السكي ايجيبت، يعني طنط واختي انعام هم شافوني ان انا عاوز يعني انا العب اللعبه دي، بس انا ما رحتش اسكي قبل كده خالص ابدا. يعني ما يعني دخلت المول ده كذا مره كتير جدا، بس ما دخلتش في الاسكي، ابص عليه بس لكن ما بدخلش. فلما دخلت بقى بحس ان انا سعانه وايديا بتبقى متلجه ومبقاش قادره. فتعلمت ان انا دخلت الاول اتفرج على المكان الاول في السعه، وبعدين ابتدات تدريب ان انا مثلا البس السكي بورد والبس البوت بتاع السكي، وازاي ان انا اعمل تراينجل اللي هو المثلث وافتح اكتر، وبعديها اعمل فرامل. يعني المفروض ان انا ابقى دايسه على رجلي جامد، ان انا دايسه عليها موطيه جامد علشان القواعد كلها. بقى الرولز كلها هو التدريبات بتبقى كده، السيشنز بتبقى كده. فهي اللي كانت اول تجربه كانت سهله، يعني بتبتدي في السهله قوي، بعديها تبتدي بقى الاصعب. بس كانت اصعب حاجه ان انا كنت ركبت الكاكر اللي هو بتطلع لفوق دي، تنط معاك لحد فوق، بس بتحصل وقعات كتير جدا، بتوقعي كتير جدا، بتحس ان انت بتضحكي حضرتك، يعني تحس ان انت هتضحكي في الوقعه او كده. وقعتي بس مش كتير ها؟ يعني كتير شويه، يعني انا وقعت كتير شويه، يعني مره اتقلبت مثلا، مره وقعت، مره اتخبطت. كنت خايفه، كان في توتر شويه ان انا اركب الكاكر ده اللي هو واحده ورا بعض مثلا، او ابدا الاول وبعديها خلاص مش هبدا في الثانيه، ابدا بقى واثنين ورا بعض. دي كانت خوف شويه، ما كنتش متعوده في الاول، وبعدها اتعودت ان انا ما اخافش، وكانوا الكابتنز يشجعوني. انا كنت عايزه اشكر بقى الكابتنز اللي كانوا معايا. أيوة. كابتن مصطفى الزغبي، كابتن زورو احمد، كابتن اسلام، كابتن محمود، كلهم يعني كانوا بيشجعوني جامد جدا. يقولوا لي ما تخافيش، انا كنت بخاف من الارتفاعات بتاعت الجبل، يعني انا كنت خايفه، يقولوا لي ما تخافيش عايش يا نور. انت انا شايفه في الفيديو ناس شايفه يعني واحده مختلفه، وبعديها بتعملي بارالل، يعني بتعملي زي رقم 11 وتنطي. بس هي كانت اصعب حاجه النطه، بس وقعت منها مره، يعني هي دي صرختي كده مره واحده في الوقعه، فكانت اصعب حاجه يعني. بس دلوقتي انت خلاص بقى بروفيشنال يعني، صح كده؟ كنت هو ده المهم. برافو عليك يا نورهان. انا جميله، ويعني باشمهندسه سمر حتى تحسي ان ده بيأثر نفسيا بشكل ايجابي جدا. طبعا ده شق مهم. طبعا هي طب الحمد لله ربنا وفقني باختيار نورهان انها تكمل الرياضه التزحلق على الجليد، لان هي رياضه صعبه جدا. طبعا. مش اي حد يقدر يعملها، وقعاتها صعبه. ازاي كان عندها ثقه ان هي تقدر تعدي من مرحله لمرحله وكل مره؟ وطبعا اكتر من ده كله، ازاي تقدر تستحمل ان هي تقعد في درجه حراره ناقص 4 وناقص 5؟ التدريب بتاعها ساعات كان بيقعد لمده ساعتين، يعني بتتعب في النص وكل حاجه، وفعلا نقول لها كفايه نورهان، تقول لك لا انا عايزه اكمل، لان هي لازم تقعد تتدرب لحاجات معينه عشان في الاخر توصل للحاجه اللي هو هيديلها عليها اللي هيعلم لها عليها في الباسبور بتاعها، هم بيسموه باسبور، ان هي تعدي من ليفل لليفل وتعمل امتحان في الاخر وتعديه. طبعا حبيبه قلبي وقعت كتير، يعني انا كنت بشوفها بتقع كتير، ومع ذلك كانت بتقوم وتكمل. يعني حتى ما كنتش تقعد لحظه ترتاح فيها، بتعدي من المرحله للمرحله في وقت قياسي. يعني هو كان بيقول لي مثلا انها عشان تخلص ليفل لازم تقعد فيه عدد ساعات معينه، مش مرتبط بالايام. أيوة. يعني هي عدد ساعات حسب ما هتخلصهم. ان شاء الله تخلصهم في يوم، مش لا، هي كانت بتخلصهم في وقت اقل من اللي هو بيقول عليه. وصلنا بقى لمرحله اللي هي تطلع وتنزل، عملتها الحمد لله. طبعا وقعت شويه في الاول،
وبعدين وصلنا بقى المرحله اللي هي بتعمل اتنين ورا بعض. ده كانت الانجاز، ده كان انجاز برافو. انجاز يعني ما شاء الله. اصعب حاجه في الاول ان هي كانت اتنين ورا بعض بالزبط. كانت يعني انا حتى بعت فيديو في الاتنين ورا بعض ازاي انها تنزل وتقدر تتحكم في السرعه اللي تقدر تطلع بيها، لان لما حد بينط بينزل بسرعه جدا، ده تلج مفيش كنترول على الزحلقه. هي الحمد لله عدت من حاجه لحاجه. وبعدين الحاجه الثانيه اللي هي ترجع بظهرها، هي بتتزحلق مش شايفه، المفروض ان هي ترجع بظهرها لحد ما توصل للشبكه بتاعتهم وتقف. فالحمد لله عم احنا بنعمل حاجات جامده جدا الحمد لله يعني. الحمد لله. ومامتك بتكون معاكي وباباكي، مين من العيله بيبقى دايما معاكي؟ يعني اختي نعيم هي صاحبتي طبعا، واختي بتبقى معايا بره على طول. يعني بتبقى مكان مامي، يعني هي بتعتبرني زي مامي، يعني هي بتبقى معايا على طول مكان مامتي، لان هي مامتي ما بتقدرش يعني، ربنا يديها الصحه هي وبابي، يعني ربنا يخليهم ليا واخواتي طبعا. هما يعني اختي يعني مامي وبابي ما بيقدروش ان هما يعني مامي ما تقدرش ان هي تروح معايا في كل الاماكن، مش كل التمرين. هي اختي انعام من وانا صغيره، كنت طفله مثلا، كان عندي مثلا 6 سنين او 7 سنين، كنت يعني بتبقى معايا بره على طول، وبتبقى عارفه انا بحب ايه وما بحبش ايه. هي بتتفرج بقى عليكي دلوقتي. طبعا هي بتعرف ان انا بحب ايه وما بحبش ايه، وبتبقى عارفه ان انا مثلا اقول لا دي حلوه قوي، لا اقول مثلا دي مش حلوه، لا دي مش هتعود عليها، لا تقول لي واحده واحده هتتعودي عليها. فانا بحس ان هي في ظهري وسندي يعني. تحيه الانعام كبيره جدا بجد، ربنا يخليك لبعض. طب انت بتدرسي ايه يا نورهان؟ انا بدرس في مدرسه في هارفارد ايجيبت سكول كوليدج تبع مس امالي سليم، يعني عايزه اشكرها بجد وكل المدرسين. يعني انا مشكلتي بس الوحيده، يعني كل الناس لما بتشوفني تقول لي انت حلوه ما شاء الله زي ما حضرتك بتقولي. أيوة كده. هي مشكلتي بس الوحيده في الدراسه، يعني انا عندي شويه صعوبات تعلم بس في الدراسه. لان انا كنت عندي مرحله يعني ربنا يعني ان انا عدتها، يعني عدت الازمه دي، لان انا رحت اتنقلت 4 مدارس. ويعني كنت رحت مدارس امريكان، مدرسه كينانا انترناشونال سكول اوف كينانا، دي ما كنتش مرتاحه منها، لان كان في تنمر في المدرسه، كنت صغيره وما كنتش بحب المدرسه. ارجع من البيت اصرخ واعيط ان انا مش عايزه اروح المدرسه. جيت اطفال بيبقوا مش فاهمين فبيعملوا كده، بيتنمروا. لا واصحابي اللي انا ما اعرفهمش، يعني انا عارفاهم بس بيتنمروا عليا ويقولوا كلام مش لطيف، يقفلوا عليا باب الفصل، وحتى انا معايا موبايل او حاجه يقفلوا عليا باب الفصل. ما كنتش بحب المدرسه. المهم ان انت دلوقتي جميله وبطله رياضيه وفي مدرسه حلوه ومحققه يعني بطولات واحنا كلنا مبسوطين بيكي، جمهور الاهلي سعيد اكيد بيكي، انا متاكده. انا فعلا انا ده المهم. الله يخليكي. انا فعلا نسيت، كنت عايزه اقول لك حاجات تانية كتير، حتى احنا بعتنا لكم الصور اللي انا بعملها. ايوه كله نازل، بصي كله نازل، ما تقلقيش، انت هتروحي تلاقي اللينك على اليوتيوب وفي الاعاده هتبقي برضو معانا ان شاء الله. انا اتفضلي يا حبيبتي. انا اسفه جدا. لا اتفضلي. انا كنت فعلا انا كنت موديلنج فاشن شو عرضه ازياء كمان. لا يا جماعه بقى، لا دي بقى لازم اكملها نجمه كبيره. انا كنت موديلنج فاشن شو عرضه ازياء، كنت في فندق كامبنيسكي تبع شركه لاموده، يعني عايزه اشكرها. احنا عمالين نعمل اعلانات. ماشي كملي يا نورهان. انا كنت فعلا موديلنج فاشن شو عرضه ازياء، كنت بقدم في فستان ابيض زي فستان ابيض خطوبه يعني او عروسه، بس قدمتها والحمد لله يعني. حلو جدا. انا بقى هرجع لك تاني، بس عايزه اروح ليكي يا باشمهندسه سمر. اهي الصور اهي. ايه الجمال ده، ما شاء الله عليكي بجد. هروح مع حضرتك لان الاسم مصر تستطيع دي كانت اسم حمله او مبادرات عملها سياده وزيره الهجره. مصر تستطيع كانت كل مره بملف مصر تستطيع بالتعليم بابناء النيل وغيره يعني حقيقي. فيمكن هنا برضو الاسم متاخد من او يعني مصر تستطيع، هنا بنتكلم لاصحاب الهمم، فبرضو حاجة جميلة يعني. بالزبط. الاسم مرتبط بملف في غاية الأهمية. هي حقيقة مصر تستطيع أن هم مهما عملوا لوحدهم أو كان في حد بيساندهم وبيدعمهم، ما كانوش هيوصلوا للي هم بيوصلوا له ده من غير دعم من مؤسسات الدولة نفسها. يعني أي إيفنت بيعملوه بيبقى كبير، طبعا بيتاخد عليه رعاية، أن هي تبقى تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة. هي اللي كانت كل الإيفنتات اللي عملناها لكل الأولاد كانت تحت الشباب والرياضة، لأن كل دي رياضات. وزاره البيئه برضو كانت راعيه معايا للايفنت بتاع محمد اللي هو الغوص، لان طبعا كان الهدف منه مش بس ان احنا بنظهر بطل للغوص، ان احنا كمان بنعمل دعايه للمحميات الطبيعيه عندنا من خلال بطل من اصحاب الهمم بينزل يلف جميع الاماكن اللي فيها غوص. طبعا هيئه تنشيط السياحه
كويس. يعني في شراكه ما بين كذا جهه وده شيء وبعدين هم نفسهم الاولاد لما بيتكرموا من الدوله او من يعني من محافظ من سياده الوزير طبعا ده بيديرهم ثقه في نفسهم غير عاديه ان التكريم مش بقدر التكريم نفسه باللي بقيمه اللي بيكرم يعني بالظبط يعني انا لو حد قدم لي تكريم لو هو كل ما التكريم كان من شخص او من مركز طبعا هيبقى بالنسبه لي قيمه اكبر. وحضرتك بتروحوا بقى دار مسنين دار ايتام هم فعلا انا كنت برضو ابتديت معهم حمله ان هم يعني اصحاب الهمم كلنا طبعا بنطالب بحقوقهم والدوله سياده الرئيس طبعا عمل لهم يعني عمل لهم عام كامل وفي يعني الدستور تم العديد من الحقوق بالظبط انا حضرت يعني في الدستور لما كنت رئيس قومي للمراه اللي هي الـ 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 القوانين بتاعتهم كلها كل حاجه حقوقهم في كل حاجه في كل نفس بياخدوه طبعا سياده الرئيس برضو وصى كل حاجه هم لهم الاولويه الاولى ويمكن ده دفع ان في تغيير في الثقافه دلوقتي عندنا يعني لو هي بتحكي بعض التوعية. المشاكل لا دلوقتي الموضوع مختلف تماما فطبعا هم زي ما لهم حقوق اي حد في الدنيا عليه واجبات الطفل هو عنده سنتين ثلاثه بيروح مدرسه بيبقى عليه لما يروح عليه واجبات في البيت الام مثلا بتقول اعملوا ما تعملوش عليه واجبات فلازم يبقى عندهم الإحساس إن هما زي ما بياخدوا لازم هيدوا لأن كل إنسان لازم عنده مقدرة على العطاء لحد لفئة تكون محتاجة فاخترنا الفئة اللي تكون محتاجة إن هما ياخدوا منهم اللي هما طبعا الأيتام والمسنين فابتدوا هما يشتغلوا حاجات بإيديهم يروحوا يقدموها للأطفال في يوم اليتيم حقيقي وعملنا معرض كبير جدا وباعوا فيه الحاجات بتاعتهم وخدوا الفلوس دي راحوا اشتروا بيها هدايا وراحوا عملنا يوم اليتيم وكانوا هم اللي رايحين يوزعوا عليهم الهدايا في رمضان برضو رحنا اكتر من مره دار مسنين وراحوا قعدوا مع المسنين هناك قعدوا يقضوا وقت معاهم يتكلموا عن طريقه جايبين دي جي يعني كان يوم بالنسبه لهم احساس ان هم اللي بيدوا ده بيديهم ثقافه نفسهم اكبر بكثير جدا جدا من ان احنا بس نطالب بحقوقهم. حلو قوي يعني بجد شيء محترم باشمهندس سمر. طيب نور هرجاء نورهان انا نور بقى مش اسم دلعك نور صح شفت انا نور قولي لي انت بقى دلوقتي حققتي حاجات جميله جدا و الحمد لله الحمد لله طبعا كلنا فرحانين بيكي عايزه ايه قدام بقى؟ ايه اللي نفسك تعمليه قدام؟ انا نفسي ان انا ان شاء الله يعني ان انا احقق حلمي ان انا ابقى بطله عالم في سكي ايجيبت ونفسي ان انا يعني ليا رساله صغيره قوي ان انا نفسي اقابل كابتن محمود الخطيب الخطيب يعني انا ما شفتوش قبل كده خالص انا نفسي شرف ليا ان هو يكون معايا في السكي ويتفرج عليا ويحضر الايفنت وده شرف ليا بجد ان انا نفسي اشوفه واسلم عليه ونفسي اشوف لعيبه الاهلي كلها يعني انا اكتر لاعب بتحبيه بقى هو انا كنت يعني انا ما كنتش فاكره لعيبه جديده اصلا بس انا دايما اشوفه في التي فيز يعني في التلفزيون انا بشجع الاهلي ما بشجع حد تاني يعني فانا نفسي ان انا يعني انا شفت شناوي يعني شفت ان هو كان شفته مره لكن شفته في التي في يعني لما كان خلاص احنا هنختم بقى ان احنا نقول يعني تحيه كبيره من نورهان لكابتن شناوي صح كده نورتينا يا نورهان انا مبسوطه بيكي جدا واعتقد كل جمهور الاهلي مبسوط بيكي ويا رب دايما كده كل حاجه نفسك تحققيها في المستقبل تعمليها يا رب نفسي بس ان محمود كابتن محمود الخطيب اكيد هيسمعك او الرساله هتوصل له ان شاء الله لما يبقى في وقت متاح باذن الله يقابلك بقى ان شاء الله يعني اكيد يسعدنا كلنا نورتينا يا باشمهندسة سمر ومزيد من التألق والخطوات المحترمة بجد يعني للنهوض بالمجتمع حضرتك بتعملي شيء بجد محترم جدا ميرسي حضرتك وصل اللقاء ولاستضافتنا النهارده في اليوم العالمي للرياضة صح كده ومعانا ابطال يعني مصر كلها تفرح طبعا طبعا انا بشكر حضراتكم لان الفقرة اللي جاية هيبقى كريم بقى لوحده ومعايا ضيفين برضو هينورونا وانا هكون معاكم ان شاء الله انا وكريم بكرة وحلقة بقى نهاية الاسبوع من 10 الصبح يا اهلا بكل حضراتكم من جديد بنكمل طبعا معاكم فقراتنا مع اصحاب الهمم ومبادره مصر تستطيع المخصصه بيهم طبعا ومنورنا دلوقتي داخل الاستوديو محمد كرم وهو بطل الغوص ووالدته مدام الهام عبد الغفار صباح الخير على حضرتك اهلا صباح بيه. الفل صباح يا ابو حميد منور الدنيا كلها عليك وش ياك دي كلها يا فيت انا طبعا اتعدت القضافه معاك انا دلوقتي اسمي محمد كرم
طبعا انت راجل بطل، احنا كلنا عارفين اسمك وعارفين البطولات بتاعتك، وايه بسم الله ما شاء الله كميه الميداليات الحلوه دي. انا اصلا حضرتك انا سافرت بطل العالم في سوريا، لا 2010 سوريا، خد 4 ميداليات في سوريا. خلاص مش مهم. فاشا عبد الله ده بس ما شاء الله، ده عايزين حلقه لوحدها فادي ان كان انت بسم الله ما شاء الله، يعني واضح ان كميات كبيره من البطولات. انت منورنا النهارده وفرحانين جدا بوجودك معانا، وطبعا حضرتك مشرفانا ومنورانا يا فندم، اهلا بيكي وربنا يقدرك. انت ست بطله انت كمان، ان انت صنعتي بطل برغم ظروف مش سهله، مش كل الناس يقدروا يتاقلموا ويتعاملوا معاها، فحضرتك كمان انت كمان تستحقي هذه الميداليات والدروع وشهادات التقدير. مرسي لذوقك، واحنا بنشكر القناه وبنشكر حضرتك. هو الحمد لله رب العالمين دلوقتي بقت في مساحه كبيره قوي لاصحاب الهمم انهم يظهروا بالمظهر اللائق، وفي تحسن جامد زي ما انت شايف حضرتك في البلد كلها. يعني الاهتمام ده جه من سنه 2014، فمن اول ما سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر بطولة العرب هنا، فأطفت حاجات كتيرة قوي قوي على الولاد دي. وحضرتك لمسة بنفسك ان في تطور حصل وبقى فيه اهتمام بعد فترة طويلة ما كانش فيها اهتمام بالفئة المحترمة دي من المواطنين. بالفعل احنا كبار دلوقتي، بقت اقل حاجه يعني بنكتب على النت اللي احنا عايزينه، بنعرف ايه اللي احنا عايزينه. كان زمان بندوخ على ما نعرف حاجه زي كده، وبعدين لما معظم المسؤولين شافوا القدوه بتاعتنا ادانا سياده الرئيس لما يدي فرصه. محمد حصل لقاءات مع يعني في وجود سياده الرئيس، لما يعني يقول له عايز اتكلم ويخليه يتكلم وعايز يعني ويدي هو الفرصه، ده الرئيس. ساعات احنا كنا بنقف عشان نقابل مسؤولين ما كانوش بيقابلونا، فلما كانوا بيعرفوا محمد متصور مع سياده الرئيس فاي حد يطلعه يقول له ده صاحبي. طبعا فدي الكارت بتاعه. لا وبعدين عنده صور كتير بقى مع سياده الرئيس، مع سيد وزير الشباب والرياضه، ومعظم الوزراء الحمد لله رب العالمين. بس دي بتشجيع سياده الرئيس وبتشجيع المسؤولين، وسيادة الوزير أشرف صبحي دايما بيدعم محمد ودايما له الشكر، كل الشكر. وزارة الشباب والرياضة، وزارة البيئة، كم من الوزارات محمد نزل تحت رعايتهم. جميل. فدي لما بنلاقي إيد العون دي بتخلي الواحد يبذل أقصى ما أكيد أكيد. قلت إيه لسيادة الرئيس لما شفته أول مرة يا أبو حميد؟ أنا أهجي أولا الخصم بتاعي اول. ماشي. هو عايز يعرف نفسه. طبعا. لا عنده حق، انت صح. انا اسمي مغ مرسي، عندي 23 سنه. انا 2010 في سوريا اخذ 4 ميداليات في سباحه ما شاء الله. 2014 امريكا خدت ماجستير العاب قوه وكلها. 2015 امريكا تلت على العالم امريكا كرة اليد داخل مصر. 2018 مكسيك كسبت 7 العالم. كمان سافرت 2018 اول ولد ابو ظبي، اول ولد سيدروم بلعب دراسه خدلت. انا كمان سافرت مكسيك 2017 خد 7 العالم. انت قلتها خلاص 2019 ده لف العالم كله ما شاء الله. دوان سافرت شرم الشيخ مرتين، سافرت خاص ارض مصر مينا، ومصر مينا درسوها مصر مينا درسوها. رحت سافرت خداع غطس برضو، خاص برضو مصر مينا درسوها. عمد بحر احمر مرسى علم، في مرسى علم. مرسى علم كمان، مرسى علم اخرجها لا مرسى علم غير الاثار الغوص. وانا كنت فاكر ان محمد بطل بس في الغوص، ده طلع بطل في حاجات كتير ما شاء الله عليه. انا شفت الكيلو بدره، هو تتبع الاثار الغارقه في اسكندريه. شفت كيلو بدره، مدينه كيلو بدره. الله شفت راس ابو هول. سلمت عمد بقى احمر 5 كيلو.
ما شاء الله عليك. سلمت السيد الحافظ. طب بطل بقى يعني بطل. خد المركز الاول. هايل. خد كاس. وانا في سنه رابعه. هو في سنه رابعه معهد الباليه اكاديميه الباليه. كمان الباليه يعني كمان فنون مش بس تفوق في الرياضه. بسم الله ما شاء الله. محمد فنياته اللهم بارك برده عمل رقصات جميله قوي على مسرح سيد درويش وجامعه القاهره وعمل سعيدة. اوبرا. اوبا لا ده الموضوع سعيدة. كبير بقى. انا هستاذنكم بس في حاجه عشان بسم الله ما شاء الله. ده انت عملت حاجات عايزه يوم كامل نقعد نتكلم عنها. بس انا هستاذنك يا محمد واستاذن حضرتك بس نطلع للحظات عشان نسمع كلنا كلمه الكابتن محمود الخطيب خلال احتفاليه اليوم العالمي للرياضه بمركز شباب الجزيره ونرجع مره ثانيه لضيوفنا الكرام. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، دكتور حسني غندر، الساده ممثلي الامم المتحده، الحضور الكريم، قيادات الرياضيه، رجال الصحافه والاعلام، تحيه طيبه وبعد. الحقيقه سعادتي بهذه الاحتفاليه لها اكثر من سبب. بدايه تجمعنا الحالي بمناسبه اليوم الدولي للرياضه من اجل السلام، وما زال العالم كله يعيش لحظات الاعجاب والانبهار بمصر الحضاره، مصر التاريخ، وهي تسير جنبا الى جنب مع مصر الحاضر، مصر البناء والتطوير، بإرادة الله وعونه وبقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبعزيمة تصميم شعبها وتطلعه الى مستقبل افضل بإذن الله. ايضا كرياضي سعيد جدا بالتقدير المستحق لقيمة الرياضة في حياة الشعوب، وسعيد بتخصيص يوم من خلال هيئة عريقة كهيئة الأمم المتحدة للاحتفال بالرياضة والتأكيد على دورها في نشر السلام بين الشعوب. وبدون تحيز، الرياضة هي ركيزة من ركائز أساسية للنهوض بأي مجتمع، وعامل مهم لغرس القيم الأخلاقية بين الشباب وتعزيز الشعور بالانتماء للأوطان. الاحتفال بيوم الرياضة عالميا يبث روح التنافس الشريف والروح الرياضية التي نرجوها ليس فقط بين أبناء الوطن الواحد بل بين مختلف المواطنين في مختلف البلدان. الرياضة وسيلة للسمو فوق التعصب وكل المشاعر السلبية. الرياضة طريق للتسامح وللتقارب حتى وإن اختلفت الألسنة وتعددت اللغات. الرياضة سبيلك للتواضع عند النصر، وسبيلك للإصرار على النهوض عند الهزيمة. الرياضة دعامة من دعائم بناء الإنسان، وأداة لصقل صفاته النبيلة. الرياضة درع واقي وحصن وحصين لصحته البدنية والنفسية على السواء. وبالقطع لا يسعنا أن نغفل دور الرياضة في الإسهام في اقتصاد الدول. الرياضة أصبحت صناعة لا يستهان بها، لها أدواتها ولها استثماراتها، ومن ثم فإسهامها في الاقتصاد شيء لا يمكن إغفاله. الحديث قد يطول ساعات وساعات عن أهمية الرياضة، ولذلك نقطتان أخيرتان. دعوتي لكل من له صلة بالرياضة، عليكم بالتكاتف وأداء رسالتكم التي هي مسؤولياتكم في المقام الأول. الرياضة رسالة سامية، حافظوا على ميثاقها وكونوا خير ممثل لها على كافة الأصعدة. والنقطة الأخيرة، كامل احترامي وتقديري لأبنائنا من ذوى الهمم الذين يضربون أروع الأمثلة في العزيمة والإصرار على ممارسة الرياضة رغم ما قد يراكون من مشاق. الرياضة وسيلة ورسالة، ومن أعظم ما تحمله هذه الرسالة نشر الوئام والسلام بين الشعوب. ونختم بالسلام، اللهم منك السلام وإليك السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تابعنا مع حضراتكم كلمة كابتن محمود الخطيب طبعا أثناء الاحتفال باليوم العالمي للرياضة، والحقيقة شيء جميل جدا، وطبعا متوقع أن كابتن محمود الخطيب بيتكلم بهذا القدر من الإجلال فيما يتعلق بالرياضة، فكرة أنه بيثمن الرياضة ودورها في تنشئة الأجيال ودورها المجتمعي المهم جدا. لما أيقونة الرياضة وأيقونة الأخلاق يقول كلام زي ده، فطبعا ده بيأكد فكرة أن الرياضة حقيقي جزء لا يتجزأ من حياة المصريين، ده اللي المفروض تكون عليه الامور. وطبعا كان جزء من كلامه بيوجه طبعا تحيه وتقدير لكل اصحاب الهمم، والجدير بالذكر واحنا بنتفرج مع حضراتكم على الكلمه او بنسمعها، يعني محمد كان باصص على الشاشه وبيوجه كلامه لكابتن محمود الخطيب بيقول له انا بحبك قوي. انت برضو قابلت كابتن محمود الخطيب؟ انا طبعا الموضوع قابلته فين؟ قابلته انا سمعت ان كان في مره مسابقه ما هو كان لا صاحب، هو هم كان محمد كرم كان مترشح لعبور المنش يعني، بس قبل جت الكورونا وقفت، فكان اللي كان معمول الاختبار في مرسى النادي الاهلي، فكان اللي ادى بدء الاشاره هو كابتن محمود الخطيب، هي اشاره الانطلاق، فاحنا بنثني عليه وهو كل الشكر. وانا اعرفه مش اعرفه، احنا اهلاويين بقى معلش بقى ملناش دعوه احنا فيعني عشان كده محمد مديني البوم من ضمن مجموعه البومات تقريبا كل رموز وايقونات النادي الاهلي كلهم متصورين مع محمد. انا اصلا انا عايز طبعا اشكر طبعا قناه النادي الاهلي انا اصلا بشجع بروح الاهلي، عايز اقول بشجع بروحي النادي الاهلي اصلا عشان مهندس عشان كابتن محمود محمود الخطيب بس هو انا مش عارف اقول ايه، هو فعلا تحياتي هو طلع كلمه حلو جميل ما شاء الله. واحنا بنتكلم يا محمد شايفين لك، بص الفيديو الحلو ده، ده كان فين ده يا محمد؟ انا كنت في بسم الله، ممكن تكون في محميه راس محمد. راس محمد الله، عشان هو نزل تحت مبادره مصر تستطيع، يكاد يكون نزل في جميع يعني، نزل شرم مرتين ثلاثه، نزل الغردقه، نزل مرسى علم، حضرتك احنا رحنا 12 ساعه مرسى علم دي مفتوحه في البحر الاحمر، ونزل اسكندريه في الميناء الشرقيه يتتبع الاثار يعني يشوف الاثار الغارقه، فنزل كتير قوي وعلى يعني لغايه 15 متر. طب انا برضو عايز اسال حضرتك على حاجه، بس دي حاجه مهمه يا محمد نسال ماما عنها. اول مره حضرتك خدتي قرار، يعني قرار ان انت لازم تخلي محمد ينغمس في دنيا الرياضه، الى ان انتهى بيه المطاف كبطل رياضي في العاب مختلفه الحقيقه، يعني خدتي القرار ده بناء على ايه؟ ولخص لنا كده المشوار اكيد الصعب اللي حضرتك مريتي بيه. بص حضرتك، هي انا ما خدتش قرار، احنا في الاول محمد لما ربنا يعني عرفت ان هو كيس ما فخلاص توكلت على ربنا، وبقيت اي حاجه اسمعها تاخد بايده من هو، مش عايزه اقول لك ان انا ما وزعتش السبوع بتاعه لان انا ما اعرفش، لان هو ما عندناش حد في العيله كده، بس انا تقبلت يعني بعدها باسبوع ب10 ايام كده تقبلت بقى الموضوع، ما همنيش هو ايه، فابتديت اسلك ان انا اخليه يعتمد على ذاته، يعرف اتعمل ازاي، ما اعرفش عنه اي حاجه لغايه لما ابتدى دخل مبكر بقى وجلسات وتخاطب وكل حاجه تتخيلها. وبعد كده حبيت بقى ان هو ايه الرياضه، بس كنت داخله الرياضه من اجل ان يحافظ على جسمه، يحافظ على رشاقته، يحافظ على كيانه، لان الولاد معظم ولاد داون سيندروم بيبقوا عندهم استعداد للفات قوي، فكانت الحته دي رعباني قوي، فكنت شغاله على الرياضه من اجل تحسين صحته والمظهر، ويبقى فيه انه ينفتح ويبقى فيه مجال للاجتماعيات عشان ما نبقاش منغلقين على نفسنا. يعني انا عايز اقول لحضرتك، حضرتك يعني نموذج محترم للام المصريه، انت ام مثاليه الحقيقه بالمعنى الحرفي للكلمه، وربنا يقدرك وان شاء الله يفرحك كمان محمد كمان وكمان محمد. احنا بمناسبه الكلمه بتاعه الام المثاليه، محمد كان هيجنن عشان يخليني حاجه كان بيعملها من غير انا ما اعرف والله، كل ما يقابل حد عايز ماما تبقى الام المثاليه، هو مش عارف طبعا، بس انا فوجئت للناس اللي بتقول لي محمد كان بيعمل كذا. يكفي ان بشهاده كل الناس اللي حاضرين حضرتك
مدين لك اللقب بغض النظر عن اي شهادات رسميه كده. انا نجاحي يعني. اللي في محمد هو ده دنيتي. ربنا يفرحك بيه. يعني فرحتي. ربنا يفرحك بيه. احنا محمد انا للاسف احنا لازم نطلع حالا لان الوقت خلص، بس هنكمل كلامنا مع بعض. انا بس بشكرك على وجودك معانا النهارده، نورتني وشرفتني. نفسي ميرسي ليك. انا نفسي اصلا ضمن حضرتك، انا نفسي ان نفسي اثر تايفينج مكان كل حد هو نفسه يعمل داير في اماكن كتيره ان شاء الله يحصل باذن الله. ونتفرج بقى بعد كده على الصور والفيديوهات الحلوه بتاعتك. نورتونا يا فندم وشرفتونا. بشكركم جزيل الشكر على وجودكم معانا في حلقتنا النهارده، والشكر اكيد موصول لكل حضراتكم على حسن المتابعه. بكره ان شاء الله يتجدد اللقاء وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل.